مسرح للجميع، مسرح يتمسك بجذوره، يحافظ على تراثه، لا ينسى فضل الرواد الأوائل، مسرح لا يتعالى على جمهوره وإنما يحترمه، لا ينفصل عن الواقع ولا يبتذله، لا ينسى قضاياه ولا يرغمك على تبنيها، مسرح يمنحك المتعة ولا يتخلى عن رسالته، يتبنى هموم الوطن ويدعوك للتفاؤل، مسرح للجميع يتبنى قضايانا الإنسانية النبيلة ويبحث عن الخير والحق والعدل والجمال، إنه مسرح منكم وبكم ولكم، مسرح للجميع. Thank you.
عنش الكاف. ده اللي اتخلق مخصوص بالدور، ده اللي اتخلق مخصوص بالدور. احنا المحزين احنا السلطان، مش ممكن تمسك هنا غلطة، والناس دي تسابق على مثالة، ومرة زادت حرارة فعلة وفوق 37 شرطة. ندي التنشيرة بقلب حدود، وبحدة تندر هد الكون، ونطلع ناس وننزل ناس، ونقول ده كله علشان شوت هايل. مفيش احسن من كده. تصوير المشهد ده ما خدش وقت، عوضنا العطله في المشهد اللي فات. اتفضلوا استريحوا انتوا، اجهز بالمشهد اللي بعده يا عبد العزيز. عينيا يا استاذ. ما يهمنيش العطله قد ما يهمني الشغل يطلع حلو. حاضر يا استاذ. كله بفلوس يا منشار. يا فرخيتي، انت تخنق انا اقاع. المفروض تختار الكومبارس اللي هتستغل الاول. معقول يا خواجه كرياكو؟ انا سعيد ارداحي هجرب كومبارس يعرف يقول جمله ولا لا. انت ما جهزتش لدخول الفيلم كويس، قلت لك بلاش تبدا بفيلم خايف كل يوم. انت ركبت دماغك. انا عارف انا بعمل ايه. يلا نكمل. قول لي يا عبد العزيز. ايوه يا استاذ. غيرت الواد الكومبارس اللي اسمه حسن. يا استاذ مش هينفع يا استاذ، ده الجمله في المشهد اللي فات والمشهد اتصور خلاص. هنعيده تاني؟ لما هو ما بيعرفش ينطق جايبه ليه؟ معلش يا استاذ، اصل حسن ابو طبق ده راجل غلبان ومش لاقي شغل، دي لقمه عيش. هو احنا في مبره محمد علي؟ خلاص شغلانه السينما دي بقت ملجا للي مالوش شغلانه يخش فيها. احنا دلوقتي في الاربعينات، لما هنبقى في التسعينات اهي لو بقى في سينما خالص. الحرب يا استاذ، الحرب وقفت حال البلد كلها. منه لله هتلر. اللي منه لله هو حسن ابو طبق بتاعك ده. حفظوا الجمله، خلينا نصغر ونخلص. حاضر يا استاذ. اتفضل يا استاذ حسن. الله حسن. اتفضل يا حبيبي. مد يا حسن. اتفضل يا روحي. اتفضل يا عقلي. اتفضل يا حبيبي. الشرطه على ايدي. جاي تموت لي هنا؟ بتعيط ليه؟
انا اتسلم مني سندوتش. عايز سندوتش؟ هاتولي سندوتش. طب ممكن نكمل شغلنا؟ مفيش شغل. هولع لكم الفيلم، هوقف صناعه السينما في مصر. اول يوم اشتغل كومبارس بالسيما تقلبوني. انا اتقلب يا عصابه، انا اتقلب. عايز سندوتش؟ ده فين وكفره. سندوتش ايه؟ سندوتش ايه؟ ما اعرفش، انا لقيته في الشارع. انا شايل من عليه 7000 نملاية. عايز السندوتش؟ مش انت المخرج؟ ايوه انا المخرج. قالوا لي انك انت مخرج. ايوه انا المخرج. اخرج لي السندوتش من حد الشغل. سندوتش ايه ده اللي عطل شغلي علشانه؟ اتفضل هشرح لك الشوط الاخر مره. السلطان بيتحرك خطوتين لمائدة الطعام وحيبص على الأكل بقرف، هيرفع وشه بانتعاض وترفع ويقول ايه ده كله، ايه ده كله، أنا شبعان مش عاوز أكل. اتفضل صور. ركب ركب كل يوم مشهد تسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسع مرة. أكشن. يرحمكم الله يا أستاذ. أنا ما بعطس، أنا بقول أكشن يعني اشتغل. إيه ده كله ما كملتش جملتك ليه يا بني ادم؟ مش قادر انطقها، مش عايزه تطلع من زوري. عايز نبص الاكل ده كله وارفع دماغي بقلاطه واقول انا شبعان مش عايز اكل، ولا مصارين راكبه على بعض من كتر الجوع. يا بني ادم مش انت، السلطان هو اللي شبعان. السلطان شبعان؟ انا مش سلطان. واقف بقالي ساعات عيني هتطلع الاكل. كلام هكس، كلام سيما، كلام فارغ، محدش هيصدقه ابدا. على فكره الفيلم بتاعكوا ده هيسقط. يا حبيبي خلصنا، المؤلف عايز كده. مين الحمار الأقرع اللي كتب الكلام؟ أكيد شبعان هو راخر. هتقول الجملة ولا تمشي تروح؟ خلاص هنتنين نقولها، بس أنت كمان ما تحبكهاش قوي. هو السلطان ده ما ينفعش يروح طرابلس الأكل، ياكله تفاحية، يدوق صباع موز، وبعدين يكتشف بسلامة أهله إنه شبعان. ساعتها هقول لك الجملة حلوة قوي. يا بني آدم، البشوات اللي حواليك المفروض عازمينك وعايزينك تاكل، وإنت اللي رافض. الصيع دول بشوات، المعصفرين دول بشوات، ده منظر الواحد فيهم ما دقش النحكة تكوت من يوم ما اتولد. لما تطلعوا الباشا في السيما مسلوع كده، هتطلعوا الفلاح اللي استعبدوا ايه؟ خط قلم رصاص على ورقة. اطردوا البني ادم ده بره. خلاص من غير زرجنة، انتوا ليكوا جملتين، قلنا جملة هنقول التانية ان شاء الله. اتفضل صور. بناخدكوا يا لكن فيلم حكاية كل يوم مشهد تسعة. اللهم صل على النبي 10 مرة. ماشي. ايه ده يا بني ادم؟ انا ما قلتش اكشن، ده زميلك اللي عطس. اكشن. ايه؟ خلني اطلع لك اللي عطس من برابيره. انت شخصيا بربور من غير مراكيب. اكشن. وانت اللي بتبربر يا منيل. اكشن. ايه دي عطسه ولا الدايره اشتغل؟ اشتغل. بدون اشتغل لازم اكشن. كله. ايه
ده كله؟ ايه ده كله؟ فهمني يا اللي متابعني، ايه ده كله؟ ها؟ طب ليه ده كله؟ ها؟ ليه ده كله؟ ليه ده كله؟ ليه؟ ها؟ بتعمل ايه يا بني آدم؟ بتعمل ايه؟ ثانية واحدة، السلطان هياكل لقمة ويكمل معاك. مين اللي قالك؟ الراجل اللي فوق مش واخد باله ومديله ظهري، هكمل اطمم التفاحية واكمل معاك. ده مش تفاح، ده ديكور جبس، بتاكل جبس. جبس؟ الاكل ده كله جبس؟ اللي كان ريح هيطلع عليه. يلا صوروا جدكم 60 داهيه. يلا 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 يلا، اتفضل صور. كده ايه؟ فين حكايه كل يوم مشهد 9؟ ربنا يزيد ويبارك. 11 مره اكشن. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه الجبس ده كله؟ لا انا يا شباب ما احبش الجبس. ليست السعادة في ملء البطون كما هي ليست في ملء خزائن المال. ليست السعادة في المال، انما السعادة في وفاء القلوب. الشيخ سلامة حجازي، بذمتك وحياة أولادك أنت مصدق كلام البتوع ده؟ أنت واقف جنبي سامع مصارينك بتصرخ. كذاب، كذب، كلام هكس، كلام فارغ، محدش هيصدقه. ليست السعادة في المال، إنما السعادة في وفاء القلوب. يعني أروح للجزار وآخد منه رطين لحمة ملبسة وأقول له خد بدل الفلوس خد وفاء. هكس، كلام فارغ، كلام سيما، كلام سلاطين. بس أنا السلطان، أدي دوم السلطان، هي دي هدوم الحقيقية. اطردوا البني ادم ده بره. يعني هتطرد من جنة ابوك يا خي؟ هات العمة. مفيش عمة. تدوني الطربوش اديكوا العمة. انا ما اتعلمش بس الدوتش والطربوش. عايز الطربوش. اه الطربوش. اه لا عايز الطربوش. اه الطربوش. اه احسبوا السندوتش. هات اتفضل، هات العمة. اتفضلوا حاسبوني. انا قلت لكم ايه ده كله؟ ايه ده كله 12 مره؟ شوفوا هتدفعوا كل مره كام. كمان كمان، انت عايز تاخد فلوس على كل مره يا فرختي؟ انت كمان فرختك اتسرقت. فركش، بكره 10 الصبح تصوير. الجبس جاتكوا داهيه، روحوا مع حاره احضر الاستوديو. تعال يا ابني، معاك ايه؟ كناف. هتهرج؟ انا ناقصك فول يعني، هو في غيره؟ ادينا شويه فول. انت اتطردت خلاص، معاك فلوس؟ يو ربك بيحذف من السماء. فلوس تحت رجلينا، بس اللي ليه نفسي يصرف. حظ كده اشيل رجل الاقي فلوس، بس تقولش كسل. شلن شفت؟ يلا ادينا شقه فول. اجيب لك منين فك؟ هو دلوقتي الواحد يقول الجمله اللي هم عايزينها مظبوط. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه الفول ده كله؟ انا جعان عايز الهط. سنانك اوعى تجرح الشقه. الشيلن ده مراني فالص برضه. اهو التاني اهو، خد اعمله باروكه فسوخه حرز. فالصو فلوسكو، فالصو كلامكو، فالصو أحاسيسكو، فلصو فلصو. طب يلا صخصخوا في واخد زبون. فين الصورة؟ فين الصورة؟ هوب هوب هوب. تكسب جنيه، هوب هوب. يلا جرب خزك يا مختام، حط ايرس اكسب ايرس، صبت جنيه تكسب جنيه. فين الصورة؟ فين الصورة؟ هوب هوب هوب.
كنت وقفت الوفاه دي. انا كده كسبت شيرينين. يلا اديني شيرينين، بس اديني شيرين غير اللي اديتهولك عشان ده فالصو. سيلين فالصو حبيبي، لما تحب تلعب خلي عندك صرف. ومرتي وعي الشرف جاتك القرف. ياخت اسحبيني وتبنيني انا. لبسها شرز ابويا ما لبسوش. مدام مدام ما تضغطيش عليه، انا افهم في لغه الكلاب كويس. ده بيبص الاكل ويرفع دماغه لفوق ويقول ايه ده كله، ايه ده كله، انا شبعان مش عايز اكل. حبيبي ممكن سيبته واخد كبت انا اخش اشتري حاجه؟ تحت امرك خش اشتري حاجه. تعالى يا بوبي، تعالى يا بوبي يا ابن البوبي، تعالى يا سلاله البرص، تعالى اقلع تنفعني كوفيه، اقلع اقلع. كل ده اكل ومش عاجبك؟ كل ده اكل مش عاجبك؟ حبيبي ممكن مسكت واخد كلب لغايه لما اكل اكل بتاعه وارجع لك تاني؟ حبيبي شبع من بعد جوع. كل دي صوابع كفته هتاكلها؟ كل دي صوابع كفته. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده حبيبي؟ ده مش شكل كلب، ده كاكاو بتاعه. فلسو كله فلسو، كل حاجه في الزمن ده بقت فلسو، حتى الاوضه اللي اجرتها امبارح طلعت فلسو، كل حاجه فيها مدغدغه، ازاز مكسر وشيش مخلع بيدخل صواريخ حتى السرير نص مله. يلا نص فلسو احسن من الفلسو. وايه دي؟ ستاره. والله الناس اللي كانوا ساكنين قبل مني عندهم دم، سابوا الستاره. اهدي تصد شويه صواريخ هوا بدل ما تخش في جسم البني ادم كده، الاوضه تبقى فرن. ومنشنين الخرم. فالصو فالصو زي قلتها، كله فالصو. طب الناس اللي كانوا ساكنين قبل مني ما ينسوش رغيف بايت، لقمه ناشفه. انا مش طالبين حلة محشي، انا كل اللي طالبه ايوه مستعجل على ايه؟ داخل على الجنه؟ نعم. الزبده زبدتي ايه؟ تعالى. ولا لا لا ما تجريش، تعالى تعالى. ايه والله العظيم ما اكلت حاجه من القشطه. والله العظيم ده انت مش كلت حاجه من القشطه، ده انت دفست دماغ جوه السلطانيه. انا ما طلبت الزبادي. ام دعبس مرتبه مع المعلم كل يوم زبديه. ام دعبس مرتبه؟ انا مش مرتب، ام دعبس عزلت. انا ماليش دعوه، وانا معيش فلوس. الحساب عند ام دعبس. مدام الحساب عند ام دعبس، ربنا يكتر من امثالها. ام دعبس حسابها لغايه دلوقتي 15 قرش، والمعلم هيجي بكره ياخدهم. لا بلاش المعلم، تعالى اتفاهم معاك انت. تعالى 15 قرش زبدية بتعريفة تقف عليا ب 15 قرش. الله يخرب بيتك يا مدعبس، زبدية ب 15 قرش؟ ده لو الملك عبى الحمام زبادي وبلبط فيه ما يكلفوش 15 قرش. ورطت نفسك يا حسن، ورطت نفسك. أجيب منين بس يا ربي كل شهر 36 قرش إيجار الأوضة، وزاد عليهم كمان 15 قرش زبدية؟ يلا بايظة بايظة، واحد يشق بيها ريق الصبح. ده من السرير دي مراحيض. انام ازاي بس يا ربي؟ طب السرير مش مريح قلنا ماشي، انما الزبديه، الزبديه ريحتها فايحه.
هودي وشي الناحية التانية وانام. اخص صورة بطالة صحيح. الظاهر الواد دعبس ابن ام دعبس كان بيخلبص. انام ازاي بس يا ربنا كده جدتي مش خالصة. الزبدية على شمالي والمهلبية على يميني. بس مش مهلبية قوي. ستة عادية جدا. مناخيرها قد النبقة. خدودها زي التفاح اللبناني. ولا شعرها ولا حواجبها ولا عنيها ولا دراعتها ولا وسطها ولا ايه ده كله ايه ده كله. لا كده مش هنعرف ننام. لا مؤاخذة يا مولانا ده كان مجرد غزل عفيف. سبحان الله حتى ست في صورة يطلع وراها الملك ده انت ما عتقتش. الله أرزاق. لما ساعدتك تشوفي شطان ولا تشوفي عفريت؟ ده شكل شطان؟ دي نومة عفريت؟ ثم انت اللي داخله هجمة عليا. انا اللي المفروض اقول سلام من قول من رب الرحيم. انت لمين؟ اخرس قطع لسانك. دي شقة خدش ام دعبس. هي فين؟ طيب داخله تسالي على خالتك ام دعبس؟ اسالي بأدب، اسالي بذوق. هو يعني انت كان عندك ريحة الذوق في ملفظك؟ بسالك على خالتي ترد بأدب. بلاش السهد ده رده ديت. نتكلم بأدب. المراف السعد. بعد اذنك انا بسعادتك خالد سعادتك ام دعبس هانم ختون بكل حسره غادرت هذا القصر من يومين. وبعد اذن جنابك انا سكنت مكان جنبها. حلوه المراف السعد دي. بتفرس فيكي، ببحلق في رجليكي، ببص على مناخيرك اللي قد النبقه، خدودك اللي زي التفاح اللبناني، ولا على قوامك الملفوف، ولا ايه ده كله ايه ده كله. بصيت في شفايفك، ضربت بعيني في رقبتك، دبيت عيني في ساتر يا ساتر. ده انت وليا لا تطاقي. طب وسع في حاجه شايلاها عندي خدشي. شغل حلبنتيشي. اظهر وبان عليك الامان. داخله تسلكي حاجه من الاوضه. امشي يا بنت الناس، امشي اطلع بره. مفيش حاجه تغرب من الاوضه. امشي يا بنت امشي. نعم 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 نعم. انت فاكرني حراميه ولا حراميه؟ جاي اغصب عليك في حاجه بتاعتي شايلاها في الصندره عندي خدشي. انت لابسه شراب مقلوب في وشك. عندي خالتي اول مره اشوف شفايف واحده هتخش في ودانها. عندي خالتي شايله. عند خالتك ايه؟ ذهب الماز لولي؟ لا ازازه فيها حاجه تنشرب. استغفر الله العظيم. وانت من بتوع هات الازازه واقعد لعبني. لا حبيبي هات الازازه بس، لا لعبك ولا تلعبني. هاخد الازازه لعبه. يا ليتك اللي مش فايده انتش عرفك باسمي. هو انت اسمك لعبه؟ امال انت نطقته ليه؟ انا بقول لعبه. عامله عليا لعبه عشان تسليكي حاجه من الاوضه. حاكم هاخد الازاز. طب بس بلاش الفتوانه دي. خلي بالك الكرسي ده مش مضمون. الكرسي ده مش مضمون. خلي بالك الكرسي مش مضمون. الله انا مضمون. ضربه في قلب. حق عليا بسندك. بتسندني برضه؟ ايوه بسندك بس بذمه بضمير شويه. متشكر يا مؤدبه يا ذوق. هطلع ادورلك عزيزه بنفسي عشان اكبسك. قولي الاول ماركتها نوعها لونها. لونها اصفر. لما نشوف كذبك. كابوس كابسه.
ايه كوبس؟ ايه الالفاظ دي؟ دي زي شربت مانجا. مش عرفني بقى انها كانت عند خالتك ام داعبس ولا انت شايلها عندها؟ مادام في اوضتي بتاعتي مش هتخرج من الاوضه. لا حبيبي. امشي يا بنت لا افتح دماغك امشي. لا يا اخويا ده انا لعبه ارقع بصوت حياني الم عليك الحاره كلها. صوت حياني رطب زغلول ما يهمنيش. هصوت. صوتي صوتي. طب والله انا صوت. ولا يتهز فيا شعره. انا اسف. شوف مين. تعالى هنا ما تفتحش. ليه؟ هو الراجل بره ده مين؟ ده بلالايكا. اه بلا ايه؟ بلالايكا ابن خالتي. وبلالايكا ابن خالتي كده جاي هنا يهب ايه؟ جاي يقتلني. بركاتك يا مدعبس. عرضك ابن خالتك يقتلك يذبحك انا مالي صالح انا راجل طول عمري في حالي. لا ما مش هقتلنا انا بس هو لو دخل هنا وشافك وانت معايا هيخلص عليك انت الاول ده شراني. ما دام ما فتحتش تبقى مش موجوده. هكسر الباب. افتح له بقى وانت نايمه على السرير. هفتح له. قومي فزي خش الداري في المطبخ جوه. طب ما هو ممكن يفتش المطرح. يا ستي المطبخ موطي عشان تقعد من الناحيه الثانيه سالكي نفس غوري في 60 داهيه. طب هاخد الازاز ده. هات ازازه. مساء الخير. ساعة عشان تفتح يا في المدير. في المدابس. مين؟ أم دابس. مالها؟ هي فين؟ هي مين؟ أم دابس. أمو دابس مين؟ خالتش. أمو دابس عزلت. عزلت عزلت فين؟ في أثايا. حسن أنت أنت مين؟ أنا حسن عاشور أبو دابس. نعم. قصدي أمو دابس. قصدي اللي رضع دابس. أنت مالك؟ تسأل على اسمي ليه؟ شيء بارد صحيح. أنا محمود. محمود بلالايكا. ما سألناش عن اسم سعادتك. مش عايزين نتشرف بجمال سعادتك. باين عليك ما تعرفنيش. انت اللي باين عليك ما سمعتك. هفضلك بعدين. ما جاتش هنا بنت مسمسمه ومقسمه اسمها لعبه. سألت على طريقها المدرسه. مسمسمه مش فاهم. قلت ليه؟ ما جاتش هنا بنت مسمسمه ومقسمه. سألت على خالتها ام دعبس. لا مسمسمه ولا مقسمه. انت من رقبتك؟ رقبت انا؟ تعرف لو بتكذب عليا هقطعك وارمي كل حته من جسمك في حته. انا محمود. تشرحنا تشرحنا. محمود بلالايكا. طب بالراحه 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 راسك تقع بالراحه. يبقى اسال عليا. استاذ محمود. ايوه ادي بس عليك اهو. ها وبعدين البت هتطير من ايدينا يا بلالايكا. جرايه بلابيلا وانا بلعب هجيبها من تحت تقطيع الارض. ما دام هربت المره دي يبقى عينيها فتحت وخرجت عن طوعك ومش هترضى تتجوزك يا بلالايكا. وغلاوتك يا بلابيلا هتجوزها. ده شرفي هتجوزها واسلمها لك وتنغنغينا في خيرها. بس انا عايزه اتنغنغ في خيرك انت. تعرف تعمل دقه نقص معايا ما تتجوزنيش يا محمود يا بلالايكا. انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه.
انا واصله يا بابا، واصله للبشوات الكبار قوي. لما توصل لهم لعبه الكبار هيبقوا لعبه في ايدينا. البنت حلوه وصغيره وتتقل بالذهب، بس مخها ناشف مش عايزه تلين. قريبه يا بنت انت مش عارفه انا ايه. قالت امها وابوها فيجوا عايزين يشوفوا الذهب. لما نشوف يا بلالايكه. عيب يا بلابله، ده شرفي. انت يا قوبه يا مسمسمه يا مقسمه يا مربعه يا مكعوره. ماشي. ايوه هار، تعالي هنا فهميني. الراجل اللي كان بره ده انت متاكده حقيقي حقيقي ابن خالتك؟ ايوه. طب انا هكذب عليك ليه؟ بلالايكه ابن خالتي ومطرب الفرقه. مطرب؟ بلالايكه ده مطرب؟ اللي راسه راكبه على الرمان بيلي ده مطرب؟ ده بالكتير لحن معايا الجازة سن السكاكين. مطرف يعني فرقة ده؟ فرقة أمي الأستاذانية جنح. ماشي. أمي جنح؟ حتى أبوك بلاش ترياق. طب ده أنا بقصت أنوجي قد الدنيا لست إبراهيم نفخه. والله أبوكي نفخه وهو سكت له. ده انتوا عيلة مسخرة. نفخوا نفخوا جنح وبلا لايكة وبلا نيلة. امال انت اسمك ايه؟ لا انا اسمي حسن عاشور ابو يعني ايه؟ اسمي حسن غريبة وابويا اسمه عاشور عجيبة. طب وجد؟ هو ده بقى المصيبة. اسمي حسن عاشور ابو طبق. غويت ولا مسخنا؟ حلوه يا رايقه، حلوه يا رايقه يا مدلعه، حلوه تضحكي يا اختي. حطي على خيمتك باجور يا امي. اتوكسي يا اختي، انا لو مكانك اتوكس. اتوكسي. انت عارفه الراجل اللي اسمه بلالايكا ابن خالتك ده، بلالايكا كان معاه واحده ست معاها اسمها بلا افيا بلا نيله بلا بلا. هي طين البلك دي، بلالايكا وبلا بلا، بلا اخلاق بلا ضمير. انت عارفه الاتنين دول عايزين منك ايه؟ احسن احب الراس والمغنى. زمان كنت احلم ان انا ابقى حاجه كبيره. هي مش عارفه بقى، هم عايزين يخصبوا عليا ارقص في الافراح، وانا مش عايزه اتمرمط، مش عايزه اتمرمط زي امي ما اتمرمطت، ودي سكه انا مش عايزه اخطيها. ايه الشراب المقلوب اللي في وشك ده؟ مش عايزه اخطيها. ايه العنتريه دي؟ خايفه يشغلوكي في الافراح؟ ما انتش عارفه ان بلالايكه وبلابله مجهزين لك سكه تانيه؟ عارفه، عايزين يجوزوني من خدش بلالايكه. امي وابوها كده بصوا على الاكل وفاكرين ان بلالايكه ده هجرأهم بدم لما يجوزني ويشغلني في الافراح. مفيش كلام معاكي، اقلعي الاول. ايوه اقلعي الشراب المقلوب اللي في وشك ده. انت هبله يا بت، هبله. اول ما دخلتي عليا افتكرتك انك لفه الدنيا وحطها في جيبك، طلعت حماره. حمارة وستين حمارة. مش عارفة ان بلالايكة وبلابلة مجهزين لك سكة تانية لعينة في اخرها نار جهنم. مش عايزين يشغلوك في الافراح، لا عايزين يشغلوك في الليالي الملاح، ومنها الليالي من غير ملاح على فرشة بشواتي. مش ممكن. سمعتهم بوداني، قلبي كان هينخلها من ضلوعي، كان هين علي اطلع ارميهم من السطوح. كان قلبي حاسس، كان قلبي حاسس، وما كنتش مستريح العادات اللي بيعملوها لي واللي بتوضبها الست بلابله. ايوه بلابله اللي هيتجوزها بلالايكه بعد ما يتجوزك ويبيعك. انت سمعت كده؟ ايوه بلابله هتتجوز بلالايكه. ايوه وهيخلفوا بلاليه صغيره. يبقى كان عندي حق بقى لما هربت الليله من جنب كتابي. طب اروح فين يا ربي؟ اروح فين؟ امي وابويا مش هيصدقوني ويكذبوا ان خدش بلالايكه. طب اروح لمين؟ يا امي استني استني، سيبك من الازازه وخليكي في الجنازه اللي انت رايحه لها. فهميني الاول،
هتصرفي ازاي دلوقتي؟ هتعملي ايه؟ وانا شايله هعملي بس يا حسن. انت مش هتشيلهولي؟ الانسان اللي قدامك ده جواه قلب طيب، هنا في اخلاص وشهامه ومروءه ووفاء لعين مكلبش في جسم البني ادم، وعاطل مفيش شغلانه بعمر فيها عشان ذمتي، اخرها كومبارس في السيما برضه ما عمرتش. امال مراتك وولادك فين يا اخويا؟ مراتي ولادي ربنا رحمهم. يا كبدي ماتوا؟ ما جوش اصلا. مرضتش اتجوز وخلف عيال امرمطهم ورايا. لا انت عازب. ايوه عازب، بس ارجوكي ما تشفقيش عليا. شفا يداها الله يخرب بيت. انا مقفول عليا بقى دلوقتي. لا اقول لك ايه، اسمعي بقى لما اقول لك. لا الانسانيه والاخلاص والشهامه مش هيمنعوني اخد نص ازازه الشبط اللي في ايدك. في حاجه اسمها اسمه مشاركه، النص بالنص. لا انا ما فضلش دلوقتي غير الازازات. كمان عايز تعزمني فيها؟ اسمك ونص. انا اتشائمت. طفي النور، طفي النور، طفي النور يا سي حسن، انت منور. من اول وجودك يا سيدي متشكرين. مين معايا يا اخي؟ في نار، اطفي النور، الحاره حطيها. يا سلام، هتلر هيسيب مصر كلها وينشن على البيت المعفن اللي انا ساكن فيه. ابو طارق بقى هدف عسكري. يا حستي دي غاره. سهري غاره نار. في ضرب نار، سمعتي؟ طب وبعدين مش هتهدى؟ انا لا حر. يا دوب لسه بدأ دلوقتي. انا خايفة. غريبة، انا اول مرة اتجرأ وما خافش. انا لازم المحطة لسه ما جاتش. قصدي الغارة لسه ما خلصتش. طب ما يمكن تطول. يا ريت. ليه الناس عايزة تموت بقى؟ شربات مقلوبه في الشغل عشان المال استلعبه. المال بيغير الانسان، يا يخلي ملاك يا يخلي شطار. والغريبه ان في ناس مغفلين مصدقين لغايه النهارده ان السعاده ليست في المال. طبعا مش في المال. الخلاف لا يفسد للحضن قضيه. مالك مش كده يا اختي؟ مالي مالا وكسه؟ قومي خديلك فمين يا دنايا. طب ده الغور المال، لو البني ادم مننا يمشي في سكه بطاله. مالك يا حسن؟ مالك انتي؟ هو الشراب ده ملوش أستك؟ بالك أنا شايفة المال ده؟ هتخش في وقت أحسن. ده إيه الرومانسية المعفنة دي؟ مش دي إيه الشراب المنوب ده؟ بالك أنا شايفة المال ده إيه؟ وخمسة كمان. أمان زمرتي الأمان اصبري، هتضرب تاني حالا دلوقتي. لا خلص اصبري، ما تقطعيش، هتضرب حالا. لازم انزل. هتلر ده طلع بيهوش. ها
حتى الغلط في الزمان ده اتقل بركتها. ولع النور ولع النور ولع النور يا سي حسن ولع. انا من غيرها كنت مولع. انتوا اهالي حرب عندكمش حساسه. شكرا قوي يا سي حسن واشوف وشك على خير بقى. استني بس علينا رايحه فين؟ انت مسافره؟ مش بعيد. عند حد من قرايبك؟ في اي داهية انا عايزة ابعد وارتاح من الدنيا خالص. ليه ده كله؟ ليه ده كله؟ انت بس تلاقيكي مكروبة دلوقتي. ما يصحش تنزلي الحارة في وقت زي ده. الناس تقول عليكي ايه؟ مدام انت في ازمة بنت الناس ما تبيتي للادي هنا والصباح رباح. رباح يا ابو طبق؟ مني قلت لك شفره جدي هيبقى مقلسه يعني بقى ولا ايه؟ ايوه كده ظهر على حقيقتك. وانا اللي قلت في عالي بالي ان الواحده ما كانتش قابل راجل محترم. سمعت من ان خدش كلمتين عليا سمعت فيا قلتش جرب الطاروخه. انت الطاروخه بس وانت بقك عامل زي ام على الجهاز المطبق بس. الطاروخه ايه ده؟ انت هبله بت هبله. انت هتخشي الاوضه تقفلي على نفسك الباب من جوه، سنكري على نفسك الباب. ان كان علي انا هنام على الكنبه هنا في السطوح. طب وانت ايه اللي هيخليك تنام في الساعه بر؟ يعني انت هتنامي في الفرن جوه؟ ما هو جوه في صواريخ هوا من كل ناحيه من كل حته. صحيح البني ادم اللي قدامك ده ما حلتوش اللضا، كل يملكه في الدنيا دي سلطانيه زبادي وقريب جدا نص ازازه شربات. انما هنا في اخلاص ووفاء ومروءه. خش اسطري نفسك ونامي جوه يا بنت الناس. اتفضلي يا اختي. لعينه هيبقى في موده برضو مش كده. يا ساتر برد سياره. انا مش كنت عندي بره من شويه وانا حاكلك؟ هتاكلي لقمه، هتاكلي نص زبديه وانا اكل نص زبديه، وبعدين تهضمي بنص الازازه وانا اهضم بنص الازازه. ثانيه واحده ادور على معلقه في السافون. ثانيه نص الازازه؟ لو انت عايز تشرب نص الازازه طب ده انت على نياتك قوي. طب ده انا عايز اشرب السم اللي في الازازه وقده 10 مرات عشان ما احسش واموت في ثانيه واحده. طيب قالوا اصبر ما خدعتي. وانت جاي كده عايز تلهف نص ساعه جاهز؟ لكن انا لو شربت دلوقتي ده انا اموت واعمل له فضيحه وكنايه. حرام ده طيب ما يستاهلش. ما تقربعيش بمزاج قوي يا اختي. اصبري هناكل الزبادي الاول. هتاكل نص زبديه وانا اكل نص زبديه، ومعين تشربي نص الازازه تهضمي بيها وانا اشرب نص الازازه مطرح ما يسري يمري. بسم الله الرحمن الرحيم. قسمه العدل. وعندما نتحدث عن القسمه علينا ان نتطرق الى موضوع المساحه والحجم. فما هي السلطانيه؟ بالله عليك ما هي السلطانية؟ السلطانية عبارة عن دائرة، والدائرة اتنين طهنق تربيع. انت طهنق وانا طهنق. ادي القطرة اهو، خط فاصل واضح بين بيفصل السلطانية نصين متساويين. يلا كلي نص زبدية. ايه ده؟ عتكلني الزبادي بلبست الجزم. معلش كل انت الاول باللبيسه عشان تضيع ريحه الشربات. هنا والشفا من غير عصبيه امي. بالراحه كده نعكش الخط الوسطاني بالراحه. معقوله؟ مش كده امي؟ مش لهوجه. بالراحه بالهنا والشفا كده. نص زبديه بالهنا والشفا، ثلاث ارباع زبديه بالهنا والشفا، اربع تخماز زبديه بالهنا والشفا. الزبديه الا ثلاث لحسات الا لحستين من اعظم اعمال النحت.
الهنا والشفا يا لميع يا نضيف يا فله يا اجلسي. ايوه بلسانك. ايوه ايه اللي حس؟ ايوه نظف 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 نظف. هتجري ورايا يا حسن ده اذا اكلت الفخار. حلو الزبادي ها؟ طعم. بس مش عارف انا عمل لي حموضه ليه غير. بس مش مهم، حموضه اهضم بنص ازازه الشربات. لا مش هتشرب. هنحرق؟ ايه شغل العيال ده؟ بعد ما لهفت الزبديه كلها ليه نص ازازه الشربات اللي في ايدك؟ طب خليها الصبح على الفطار نبقى نشق بيها رقنا. انت بتكتبي لي دواء؟ طب بس احسك عيني كلام بره وتخونيني وتشربي من الازازه ها؟ فيناش من الحاجات دي. صباح الخير. وانت من اهله يا سي حسن. سي حسن. نعم. سي حسن. نعم. خد الملاصه خطه بيها حط بره بير. امال لو شتمتيني هتعمل ايه؟ يا ساكر. انت عامل وشك كده ليه؟ ها؟ انت عامل وشك كده ليه؟ ما بيفكركيش بحاجة؟ ايه؟ الفردة التانية. السيجاره في الطربوش. وين فيلة المزاج دي بقى؟ أصلك ما بتعتاش. أيوة عيشة الفراخ هي دي نومة الدفا. بس هتعمل لي فيها ديك. ما تخافش على فراخك وأنا محروم. ديك رزل طول الليل تك 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 وفراخك عليهم رغي. استلعبة. صباح الخير.
صباح الخير. ايه السرير اتسرق؟ هربت بس كتر خيرها، وضبت لي الأوضة بلمسة نسواني. بس تهرب عشان نص ازازة شربت مانجا دي ايه حاوي؟ والله دي طلعت من بيت عوالم عندهم أصل، سابت الإزازة بحالها. هجيب كوباية بقى وأصب وأربح بمزاج. سي حسن يا سي حسن، حسن أولا رجعك. كنتش بجيب لك السم القاري عشان تفل. لا ما انا خلاص شقيت ريقي الصبح بازازة شربات المانجا. شربت الازازه كلها يا مجنون. انا اسف، متاسف والله، ما كنت اعرف انك راجعه تاني، كنت شلت لك منابك. بس اوعدك اوعدك لما ربنا يكرمني والاقي شغل ويبقى معايا فلوس هشريك 10 ازايز بحالهم. مش هتلحق تلاقي شغل يا سعاده. بطيك معدتي. شربتي دي استلعبة. نعم هالشربتي صح حسن، ده سم. سم ما كنتش انت المقصود بيه، كان لازم انا اللي اشربه ومنزل بسرعة معاه على المستوصف. خلاص يا لعبة، يبقى انا شربت السم بدالك. انا راجل ماليش قيمة، انما انت الدنيا كلها. هديتيني السعادة في ساعات والدنيا استكتب. استنى ما تموتش، هفضل عايشة بذنبك طول عمري ومش هعرف اعيش من بعدك. طب ما سبتليش بق واحد عشان احصلك؟ ده انا ما صدقت الاقي راجل اتحمى فيه، ما صدقت الاقي راجل ما يبصش لجسمي. خلصت على اخر امل ليا يا حسن، ده انا حبيتك حبيتك وكنت ناوي اجننك وافلفلك وما اقولها لكش ابدا لحد ما تيجي وتركع وتطلب مني الجواز. واديك روحت قبل ما تعرف انا حبيتك قد ايه. قد ايه يا لعبه؟ قد نجوم السما والله. واديني بركع لك اهو وبقولها لك، تتجوزيني يا لعبه. ربنا ياخدك. انا افتكرتك مت بجد، انت بتلعب بيا يا حسن. ده انت لعبه تلعبي بالعالم كله. امال فهمني، انت شربت ازازه السم ولا ايه؟ القطه خدت لحسه ماتت سبقتني، عرفت انه سم. انما دلوقتي لو معاكي سم العالم كله مستعد اربعه في معدتي بعد اللي سمعته منك. سمعتي؟ بلاش الشراب دلوقتي، ده بقى تشرب مقلوب. ده ايه ده؟ ايه الرومانسيه الخربه دي؟ سمعتك بتقوليها بعظمه لسانك انك بتحبيني. طب وايه فايدته؟ معقول راجل زيك يرضى يتجوزني انا؟ معقوله نجمه في السما تسال زلطه على الارض السؤال ده؟ انت تقبلي تتجوزيني وابقى جوزك وابوكي وامك واهلك والراجل اللي يحميكي؟ يا ريت يا ريت يا سي حسن. حتى وانت عارفه ان انا ما حلتيش اللضا، وكل املكه في الدنيا دي قلب طيب ولبيسه جزم عاملها معلقه. ما انا لو اتجوزتك مش هتجوزك عشان قلبك الطيب. يا ساتر، طمعانه في اللبيسه؟ لا، عشان انت مش طمعان فيا. ايوه عشان اصلك وشهادتك ويا بنت سيدكك الشراب ده وجدعنتك. اسمع يا حسن، تقدم لاهلي تطلبني منهم وانا هوافق عليك على طول. ما ترفضيني يا احسن. ايه صحيح، ابوكي نفخه وامك جنح ودخلتك بلالايكا، بس انا اروح لاهلي اقول لهم انا مين؟ اقول لهم بشتغل ايه؟ انا اهلي ما لهم
اعرفش غير المظاهر. اسمع يا سحاسه، انت مش قلت اشتغلتش كومبارسي في السيما؟ ايوه. خلاص اجر لبس عليه القيمه واعمل بيه، هم حوافقوا عليك على طول. بس اسمع، اوعى تقول انك شفتني ولا تعرفني، قول انك سمعت عني. لا يا لعبه، لا لا، انا اخلاقي ما تسمحليش ابدا ان اروح لاهلك واخدعهم. المهم ان انا عارفه حقيقتك. وحقيقتي دي بعد ما هنتجوز هتعيشي فيها، هتستحملي حقيقتي دي يا لعبه. المهم ان انا ابقى جنبك. تكبر وانت جنبي لحد ما تبقى عظيم نجمه كده عاليه في السماء. خلصنا يا حسن من القرف اللي انا فيه. القرف اللي انت فيه؟ خلصنا يا حسن من القرف اللي انا فيه. ما انا خايف اخلصك البس انا الشراب ده طول عمري. يا بنتي ليه كده؟ ليه عامله وشك كده يا بنتي؟ يا بنتي انت وشك لطيف، ليه لما بتعصبي بيقلب شراب مقلوب؟ انت عارفه ازاي شراب مقلوب؟ بصي اهو كده اهو، يعني ازاي؟ معقوله تكعبريه كده؟ انت وشك لطيف ليه كده؟ خلاص هخلصك، بس المساله محتاجه قرشين اجر بيهم بدله وادخل على اهلك بحاجه تعمل لي قيمه، كيس حرنكش كيس نب. اتصرف بقى يا سحسن. هتصرف يا لعبه، هتصرف، لاني اول مره في حياتي احس ان قلبي بيدق ويحب بجد. انا حبيتك يا لعبه. شوفي وشك لما يبقى لطيف. بس مش هتقدر على حبي، هيكتفك هيخنقك، بس هقفل عليك جوه قلبي. الله يخرب بيت اللي يزعلك. ايه الحكايه؟ انت كل ما تنرفزي وشك يقلب شراب مقلوب وتدقي كفته، معقوله؟ اقفلي عليا جوه قلبك، سنكري عليا جوه قلبك، انا تنح في حبك مش هخرج من قلبك ابدا. ثانيه واحده عشان اديك، ده مرزل معايا من امبارح بالليل. عامل لي ديك على شويه فراخ شمرت. ادي الفراخ يا مغفل. يا بني ادم احنا بندور على وظائف خاليه. الجرنان اللي ما فيهوش وظائف خاليه هنسيبهولك، الجرنان اللي فيه وظائف خاليه هنبقى عرفناها وهنسيبهولك. فسيبنا نتصفح بقى بمزاج. تتصفح دي عند المزايد. اتفضل امشي. اخرس اخرس، انا وطني اكتر منك. انت اللي خاين. انا اللي خاين يا بتاع الانجليزي. مش هشرف منك اللي بتتمسح في الالمان، ارعى وبتتعايق بشعري بنت اختها. الالمان هم اللي لما يحتلوك يا اكسلونس هيخلصوك من احتلال الانجليز. والله يا منشير، المحتل اللي تعرفه احسن من المحتل اللي ما تعرفوش. قال على راي المثل، ما هو من الكاكال الطوبه يا قلبي لا تحزن. ولا يا حضره تاخد رايي في ايه؟ في ال هما بيدلعوها دلوقتي بيقولوا عليها كاكا؟ اصل الناس اتجننت، مش قادرين يستوعبوا ان الالمان لو دخلوا البلد دي هتتنغنغ، والمفروض نبقى مع الاقوى. وحضرتك مع مين؟ انا بشجع المختلط. مختلط؟ رغم انه بيتغلب كتير اليومين دول. اقصد تفضل المحتل الانجليزي ولا المحتل الالماني؟ كلامي ده حرد، انا لا افضل ده ولا ده، المحتل اسمه محتل ان كان علي انا. انا افضل المحتل المصري الحقيقه بكل احزابه. على العموم موقفك ده اشرف من انك تبقى خدام للانجليز. انا خدام يا اكسلنس؟ انت اللي عايز تبقى كاميرير عند الالمان، مش كده يا منشير؟ لا 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 لا، اصله جبان. ما تردش عليه يا اكسلنس. لا رد، اذا كنت انا جبان فانت عره الاعيان. يا سيدي الله يخرب بيت الانجليز على بيت الالمان، ما تخسروش بقى، انتوا مصريين في الاخر يا اخوانا.
انا لا ارتدي حذاء في رجلي. فعلا هيبقى ضيق عليك شويه. انت محتاج اللي يربيك. اديله فرصه يمكن يجيب لك ناس كويسه يربوا كويس. انا لو ما كنتش مرتبط بميعاد كنت مسحت بيك التلت وارد. في ازمه في الخيش اليومين دول، يعني نظافه عامه كده. طب خد. لا ما جاتش على فاك، انا شاهد، دي جت على التربوش. عشان خاطري. اوعى. عشان خاطري مش عايزين. بقول لك اوعى. بقول لك ما تمدش ايدك. ما تمدش انت ايدك. بقول لك ما تمدش ايدك. ما تمدش انت ايدك. طيب انا كراجل بيحوش منظري ايه في الشارع دلوقتي؟ يعني الناس تقول عليا ايه؟ يعني لو حد معدي يقول مجنون واقف احجز بيتين بينظفوا جاكيتات بعض يعني ولا ايه؟ انت هتخليني ارتكب حماقه. مستنيينها من الصبح. ايه يا اختي عليها، يا اختي عليها. بس يلا ولا فكتش. بس بقى بس بقى بس بقى انت هتشتغل شغل عيال. بقولك ما تمدش ايدك. نزل ايدك. ما تمدش ايدك. انت كمان ما بتشوفش اللي بيتخانق معاك؟ ماشي انا جنتلمان، انا اللي واقف احوش بحجز برضه. ما تمدش ايدك. طلع ايدك. لا ده انت مجنون رسمي بقى. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ عرفتني في عشتي. عايز ايه؟ اجيب لك واحد احتياط تخلي معاه؟ انا في ايه يا حضرتك؟ انت اللي في ايه؟ بقول لك ايه؟ انت هتخليني ارتكب حماقه. عرفتها، انا اللي هرتكبها. تيكا. ايه رايك؟ يا راجل مع شواتك، انت رايح فين؟ انا داخل محل ازاي؟ ما زك وراك اهو. عيب بقى، هتفرجوا الناس علينا في الشارع يا اخوانا. هتخش المحل بالعافيه. حيوان. ماشي. فور دمي. خلاص دمك اتعكر، تشرب لك سيجاره تروق دمك. ثانيه واحده. حضرتك هتعمل ايه؟ هطلع علبه سجاير. لا 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 لا. اوعى تعملها، اوعى تعملها، اوعى تعملها، اوعى. عملتها؟ طيب. ممكن شعلة؟ اتفضل. شكرا. بقول لك ايه؟ انا مجنون مش عايز حد ينرفزني، فاهمني ولا؟ خش الموضوع على طول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ على العموم انا متشكر جدا انك سيطرت على انفعالي. انا كنت حاتله. يا راجل تقتل مين بلاش كان فارغ؟ انت جننت؟ معقول تضيع نفسك؟ حلم سيد الاخلاق، العفو عند المقدره. يلا قوم شوف انت هتشتري ايه وانا مستنيك هنا. انا مش جاي هنا علشان اشتري، انا جاي هنا علشان طالبين مستخدم واحد من حمله الابتدائيه لوظيفه واحده خاليه. المحل هنا فيه وظيفه خاليه؟ ايوه. وسعادتك لا مؤاخذه يعني عاطل؟ ايوه. ما شاء الله. وحضرتك بتشتغل ايه؟ لا ما تقلقش، انا من الاعيان. من الاعيان؟ لكن ما تاخذنيش يعني. ايوه من الاعيان، يعني في ناس بتعني. انت متاكد ان في وظيفه واحده بس؟ افكرتني، احسن يكون كارت توصيل واقع مني. ايه ده؟ ده هنا كمان بالواسطه؟ طبعا ونشير، بس مش اي واسطه، معاك كارت تضمن الوظيفه، ما معاكش كارت تضرب معاك في الحيط. لا مؤاخذه حضرات، ساعه للراحه وحضراتكم. البهوات عواطليه وانا مرافق. خد يا سعد. لا ما قلتيش سعادتك، انت وسطتك مين؟ المهلبيه البغاشه. انا وسطتي نواعم. نواعم بقى دي يا اكسلانس حتى القصر واللي جوه القصر في جيبها. دي هترقص الوزاره؟ هي ما بترقص الوزاره، بس بترقص للوزاره على واحده ونص. رقاصه. الحمد لله ونعم بالله. كارت القصه نواعم له مفعول السحر.
بيعمل للواحد قيمة. قيمة ايه بقى يا راجل؟ قيمة ايه ده الراجل بره مسكك مسح بيك للصفة؟ ده اداك على قفاك حتة قفا. ده انت ما عندكش كرامة، تسوى ايه الوظيفة جنب كرامتك؟ سيب الكتاب وسيب الكارت واطلع امسك في زمارة رقبته. انت يا عيني ما كنتش واخد بالك؟ ده بعيل وحسه. جاب سيرة والدتك بكلام بطال. يمكن ما يقصدش. ده انت جبل اللي جاب لنا. ده غير الكلام اللي قاله على الفاميليا واحد واحد. مش مهم، المهم ما يكونش جاب سيرة عمتي. يا سلام. لا جاب سيرة عمتك بقى، ايه رايك؟ جاب سيرة عمتي؟ ايوه. مالها انا واعي؟ ما هي يا عم سعادتك لمؤاخذة اللي هيشك بشك. ايوه بس مدام جاب سيرة عمتي انا بقى مش هسيبه. اوعى تسيبه، اوعى، ده شرف الرقاصة. معقولة؟ وادي واحد خلصنا منه، وادي كارت اكبر واسطة فيك يا مصر. مش عايز اقابل حد بعد كده. يا ساتر حاجة تشيط الاعصاب. عملنا ايه؟ اعلان يا بني ادم، اعلان. كل واحد دخل عليا بكارت توصيه، كل دي كروت توصيه. نرجو شمول حامله بالنظر، نظر بالزين. توقيع الارض اوطي باشا. طبعا ما دام بالزين لازم يبقى، لازم يبقى 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 ايه؟ يبقى باشا يا بني ادم. وده كارت من شباشيرجي افندينا، مفيش حد وصيته اخلاقه وقدراته وشغله. لسه في واحد بره بس شكله مش ولا بد. هاتوا خلينا نخلص، احنا هنناسبه. ما نشوف ده اخر وصيته مين. يا استاذ، انت يا استاذ انت هتروحت فين؟ الراجل اللي هيقابلني جاهز؟ ايوه جاهز، اتفضل المقابله. هات السيجاره. انا لسه مولعها. نهارك سعيد يا خواجة. نهارك سعيد يا سيدي. خلصني، وصيتك مين؟ بنت اختي سواء فندينا ولا مرضعة بنت المندوب السامي؟ مش عايز تريها. مش عايز طريقك. وهذا اقدار الناس اللي داخله لكم. نحس واسطه، في واسطه وفي كارت، بس مش اي واسطه، واسطتنا. واسطه. ايوه واسطه. حضرتك دخلني بواسطه. ايوه. تحب اعمل لك الرعشه ولا القبه عشان تفهم؟ طيب خلصني خلصني، هات الكارت. ايه ده؟ ايه ده؟ في ريحة غريبة. هتيجي منين الريحة؟ انا بقالي 3 ايام ما اكلتش، هتيجي منين يعني؟ مش فاهم. عبدو. ايوه هو عبدو، من ساعة ما دخلته هو معبق المحل بصراحة. لا 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 لا، دي ريحة شياط. الظهر وصلتك رئيس قلم المطاف وجاي تعمل لي مفاجأة وتولعني في المحل. احنا وصلتنا من حيث انها بتولع، فهي بتولع، بتولع المشاعر، بتولع الاحاسيس، بتولع في جاكيتك. قوم السيجاره بتولع في جاكيتك. كوبايه ميه يا عبده، كوبايه ميه، الجاكيته بتولع. يا بني ادم هتولع المحل. ما يتنيل يولع. المهم الجاكيته مش هعوضها. هات تعوب سيجاره مولع في جيبك بدل ما ترميه. حضرتك لما تبقى ماسك 1000 جنيه بترميه ولا تحطه في جيبك؟ لا 1000 جنيه في جيبك. خلاص عوب السيجاره بالنسبه لنا 1000 جنيه. خرمان بقيت اتهم عشان اخش الجنابك لازم اطفي السيجاره. طب انت حطيتها في جيب الجاكيته ولعت. طيب خلصني. هات النيلك كت. احنا لا مؤاخذه دلوقتي وسطتنا ملهاش كارت، ما ينفع لهاش كارت. وسطتنا اكبر بكتير، وسطتنا ربنا. تمشي معاكم؟ تمشي معاكم اليومين دول ولا ايه؟ تنفع؟ هتمد ايدك هكسر لكم المحل، فاهمني ولا لا؟ فاهمني. كل اللي نبنى ان الجاكيته اللي عامله الواحد قيمه اتحرقت.
هروح اعيفها شرط. السلام عليكم. استنى عندك يا ولد. ولد في عينك. استنى قلش قلبك. انا مستمع. استنى عندك. انت جاي لي من غير واسطه؟ ايوه جاي لك من غير واسطه. دخل عليا مكتبي طالب وظيفه من غير واسطه؟ ايوه داخل جنه سعادتك من غير واسطه. اشنونه بقى وعايز تشتغل؟ امال جاي اغسل؟ لا ماليش في الشغلانه دي. اوعى ايدك يا خاي. اوعى ايدك. ده انتوا محل نجس فعلا. اوعى اوعى اوعى. تعالى. انا اسف يا خواجه. انا اسف بعتذر لسعادتك. انا اسف ما معيش واسطه. ما عندناش واسطه. ماليش ظهر. هروح ادفن يعني؟ اول واحد يدخل عليا مكتبه من غير واسطه. انت اللي استاهل وظيفه. اقعد اتنيل. اقعد يا ابني اتنيل. هتنيل حاضر هتنيل. اسمك ايه؟ اسمي حسن. حسن ايه؟ حسن عاشور. عاشور ايه؟ طيب فرصة سعيدة خالص. شكرا. ليه؟ معلش معلش اسألك. افتكرت ان انا شغال كمساري في الطلبات. كمساري ايه يا ابني؟ خلاص يا خواجة مش نافعة. انت جبتها من الاخر. خلصت خلاص مش نافع. عاشور ايه؟ ما هي دي المصيبة. لو قلت لك اسم جدي محلك هيولع وهخسر الوظيفة. مفيش داعي. يا بني ادم قول لي اسمك ثلاثي. انا خلاص خدت قرار بتعيينك. تتكلم جد يا خواجة؟ ايوه. طيب هقول لك اسمي بس من غير تريقه. لا لا مفيش تريقه. اسمي حسن عاشور ابو طبق. ويعني ما يكون اسم جدك ابو طبق؟ مش عيب يا حسن اما يكون اسم جدك ابو طبق. اما لو كان اسم جدك ابو شفشك ده يبقى راجل مسخره. ابو شفشك وعمته صنيه. ابو شفشق ببوسه المهمشي الثالثه. اري نفسك شفشق ده يبقى جدي. قلت لك بلاش ابو طارق. اهو طلع له دورق بحاله. يلا يا خواجه معلش. طبق ولا شفشق؟ اهو كله صين يا خواجه. لا لا انا مش كله صين. مش كله صين. لا لا مش كله صين. طبعا طبعا صيني عن صيني يفرق. طيب تجننت عدو. صيني عن صيني يفرق. الطبق هيتلحوس وحيلا ينحسوه. ايوه. انما الشفشق يا خويا. ايوه. الشفشق ابو ايد وبوز. ايوه. يمسكوه يا خويا من ايده ويمدوا بوزهم في بوزه. يبوسوه يا خويا. يبوسوا مين يا حسن؟ اسم الله على مقامك جدك يا خويا. لا يا حسن ده انت راجل مسخره. انت راجل عره. يا عبدو مش عبدو كان واقف هنا دلوقتي؟ كرامي يا حسن. حسيت ان معلش. شو يا حسن؟ يا خويا انا ما احبش الهزار. لا ما فيش هزار. انا راجل غتت في شغلي. انا احب الجديه. موجوده. احب النباهه. موجوده. احب ال موجوده. كله موجود. كله لا لا مش مهم. تايهه عن دماغك. مش مهم. ايوه كانت على لساني دلوقتي يا حسن. لازم اقولها لك. طب ما اضيعش وقتك عشان واحد تافه زي. مش مهم. بس لازم اقولها لك. طيب بتحب النشاط في الشغل؟ لا لا مش النشاط. بتحب حب العمل؟ لا 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 ال يعني ال 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 الحفاظ على المواعيد. لا مش 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 الانضباط يا ابني. انضباط. احب ال هي كم حرف؟ هي خمسه يا حسن. تمام. انت عارف انهم خمسه بس مش عارف الكلمه. ايوه. لا لا كانت على لساني. طيب معلش. الامانه. لا 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 مش الامانه. النظام. لا لا ما بحبش انا. ما بحبش النظام. خلاص خلاص شغلني وانا هخليها لك فوضى باذن الله. الانكباب على العمل يا ابني. بقول لك خمسه. قول لي انكباب على العمل. تعرف يا عبدو تخلصني من المصيبه اللي انا فيها دي. الدماسه يا بني ادم. الدماسه موجوده. الدماسه خدتها على لساني. الدماسه موجوده. عندك دماسه يا حسن؟ بكميات كبيره. قصدي موجوده. موجوده الدماسه. شوف يا حسن. ايوه خالص. انا عايزك تبقى مفتح وذكي. مفتح وذكي. مستقبلك في الشغل هنا هيبقى. ايوه سؤال. هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى منيل بستين نيله. ايه المصيبه السؤال دي؟ حاجه اشتغل عندك احل لك كلمات متقاطعه معقوله؟ يا ابني مستقبلك. خلاص انت بتنسى. مش مهم. نسيتها خلاص. مش مهم. ايوه يا حسن لازم تعرف. مش عايز اعرف مستقبلي يا خواجه. يا ابني لازم تعرف مستقبلك. هيبقى ايه؟ حتى اقرا لي الكف. خلاص مش مهم. مش مشكله. ازاي مش مشكله؟ لازم تعرف مستقبلك هيبقى ايه في الشغل. طب بس مستقبلي ده مش هيتعمل على شغل. ايوه. طيب سلمني الشغل الاول والمستقبل هيجي لوحده.
ايوه يا حسن بس مستقبلك خلاص وانا طالع معاش قولها لي مفاجاه يا ابني مستقبلك انا مش عايز اعرف لازم تعرف يا حسن انا مش عايز اشتغل مش عايز اعرف ايه جننتني مش عايز اعرف خلاص لقيتها اتفضل هيبقى ايه يا دي المصيبه يا خواجه يبقى زي ما يبقى استنى يا حسن وقف مكانك انا مكاني متنيل مكاني هيبقى كبير يا بني ادم كبير كبير دي لغويا هي اللي كانت تايهه ايوه انت اول ما اشتغلت كنت طويل احنا هنتعب مع بعض قوي يا خواجه امسك ايه ده كله ايه ده كله انا الحين يا خواجه مش انت يا ابني مش انت امسك يا ابني هات لي خمسه لكي خمسه ايه ازاي يعني هتعمل لي جسمك علامه استفهام بيقول لك خمسه لكي نطق وقال لك خمسه لكي احمد ربنا لو كان قال لك هات لي خمسه وسكت خمسه ايه خمسه ايه ويجننا معاه اخرس معلش يا حسن اصل الولد ده جديد مش مساي جديد ولا قديم لا مين الحمار اللي عينك؟ آه. عزي وصلته وصلك مين؟ انت وصلتك مين؟ ما دي بلاوي الوصايد قال لك هات لي خمسة لاجي تخلص تطلع تسأل برا ما هات انا اجيبهم لا يا حسن لا يا حسن ما يصحش يا حسن لا. يا خواجة يا خواجة الشغل ما فيهوش يصح ولا ما يصحش شايف؟ الشغل فيه واحد مفتح واحد مش مفتح ايوه المفتح ما يوقفش ما يعرفش ايه مفتح ما يعرفش ايه كانت على لساني ما يعرفش ايه ما يعرفش ساكت والله لا طلع عينك ما يعرفش ايه مفتح ما يعرفش ايه ما يعرفش ايه ما بيتكلمش يعني احسن الله لما تجيب لي مختار الصحاح شخصيا مفتح ما يعرفش ايه كانت على لساني ايوه هقولها لك اهو هي هي كم حرف يا حسن 17 ايوه 17 مفتح ما يعرفش ايه ماشي كانت على لساني خلاص يا حسن مش عايز اني فتح لما خلاص يا حسن مش عايز انا هقولها لك لقيتها ها نقص مكانك ايوه اهو ما تحركش اهو المفتح ما يقفش متنح يا خواجه كتاب على لساني والله يا حسن خمس دقايق هكون عندك خمسه لكي يبقى اقول لبيوم افندي خلي باله من حسن ده باين عليه ابن حلال مصفي حاضر خواجه زان ايه يا اسطى فتحي اتاخرت ليه جهز العربيه يا ابني عايز امشي لا مؤاخذه خواجه زان الماشين هانم موجوده وعايزين اوصلها بعربيه سعادتك معاها شيل كتير قوي خواجه كلها من المحل هي لسه هنا كل ثواني وجايه لك يا فندم ازيك عيوني اهلا رشيل اهلا اهلا ليك وحشه ايه سامع انك ليكي ساعه في المحل امال فين جوزك ملخوم يا ازيك بيحضر نفسه للسفر مفيش فايده فيكم بتهولوا الحكايه على الاخر هتلر مش هيعدي من العالمين خايفين ليه علشان ارواحنا فلوسنا شقانة دي الحاجات اللي انا خدتها من المحل ها عايز تغرمني كام خلاص يا رشيل احنا اصدقاء اعتبرهم كادو زي كل مره لطيف ازاك لطيف طيب يا ريت تخليهم يزودوا لي دستتين شربات هتقولها دستتين شربات ميرسي ازاك اوعى تفتكر ان انا جايلك عشان اعمل شوبينج انا جاي علشان تحسم الموضوع اللي عرضناه عليك الوقت بيجري ازاك انسى الموضوع ده خالص يا رشيد انا ما اقدرش اسيب مصر المستقبل هناك مستنينا بيع المحل وارفد بجلدك من هتلر وبالفلوس هناك هتحقق حلمك قصدك حلمكم صوت حلمك وحلمنا لازم يبقى واحد دي فرصه ايزاك وفرصه لك خواجه ايزاك خواجه ايزاك اتفضل خمسه لكي والخيل جريت خيل ايه يا ابن اللي جريت انا بعتك تشتري لي تذاكر سبق خيل ما لا عايزنا اجيب لك الخيل هنا يا خواجه انت محتاج انت ما شاء الله معاك فرس يا حسن ايوه يا خواجه حسن ايوه يا خواجه يا حسن بيه العفو يا خواجه العفو يا حسن باشا ان شاء الله على ايديك باذن الله لك سترايك هي بسيطه سهله بسهله سهل سجاير لك سترايك
يا دي الكسوف سجاير، وانا اللي مسكت عم عبده قعدت اهزقه على انه ما بيفهمش. طلع العيب فيك انت يا خواجه. يا راجل قول جمله مفيده ركبها على بعض هيخس عليك حاجه لما تقول هات لي 5 علب سجاير لك سترايك. معقوله احنا هنتعب مع بعض قوي. تحمار يا عبده. ده مخه مش مظبوط. زي مخك. اسمع كلامي، بفلوس المحل هتشتري ارض هناك متعمره جاهزه. واطلع ناس من ارضهم ليه يا رشيد؟ مش ممكن، مش ممكن تكون انت اللي بتقول الكلام ده ايزاك. انت مش معانا. لا مش معاكم. ده تنظيم مخيف بيحقق مصالح الكبار بس. ما تنسيش ان انا مصري اتولدت في البلد دي، ولادي اتولدوا في البلد دي. مش معقول اسيب البلد اللي ما بتفرقش بين دين ودين، اللي قيامها قايمه على التسامح، واروح اعيش مكان اكيد هيبقى فيه قمه التعصب. ده مش معقول. ده مش تعصب، احنا بنحافظ على نفسنا. لو استنيت هتلر هيحطك في المحرقه انت واللي زيك. يا رشيد انت عارفه كويس قوي وانا عارف ان دي اوهام مش حقيقه، اشاعات بتروجوها عشان نصعب على العالم. انا اسفه، ما كنتش فاكره انك قاسي للدرجه دي. وانا متاكد انكم في يوم من الايام هتبقوا اشد قسوه من هتلر. ما تزعليش مني، احنا اصدقاء، ولاني مصري وانت مصريه فالتسامح لازم يكون بينا. طيب لو عايز تفضل في مصر مش مشكله، هنرجع لها هنرجع لها، بس لما تكون الامور اتظبطت. ولو اني مش فاهمه ايه اللي عاجبك فيها. خواجه ايزاك، خواجه ايزاك، حضرتك اديتني جنيه اجيب لك السجاير. ايوه اتفضل، ادي السجاير وادي الباقي 125 جنيه. وايه امسك ساعتك. اصل انا لما رحت ارجع تذاكر السبق مسكوني بهدلوني وقعدوا يتريقوا عليا وكانوا هيضربوني. قالوا لي يا حمار ترجع ايه ده، لكي طلع البريمو. لميت الفلوس المكسب جبت لك السجاير وده الباقي 125 جنيه. تعالى يا حسن. لا معلش يا فندم. ايه؟ أجل مش عشان تروق نفسك انت. تعالى يا ابني رايح فين؟ معلش كده اصل المنظر بايخ. يا حسن مفيش حاجة. لا منظري انا على الأقل بايخ. يا ابني تعالى. امسك يا حسن. مش هجيب سيره، انا مش هتكلم. امسك ايه يا خالد؟ يا ابني امسك. ايوه ما امسكش حاجه مش فاهمها. انا بديك الفلوس يا حسن. تديها لي بمناسبه ايه؟ عشان ايه؟ انت بتزعلي يا حسن؟ وانا لسه كنت اشتغلت عندك؟ يا ابني امسك الفلوس. ما امسكهاش. قول لي الاول انت بتدعي ليه اخدها؟ هقول لك وانا بديك الفلوس. لا قول لي الاول بعدين اخدها. يا ابني امسك. وهتقول لي؟ ايوه هقول لك. برومس؟ برومس. عارف يعني ايه برومس؟ امسك يا حسن. وعد. ايوه وعد عارف. اتفضل. امسك. قول لي بتديهم لي ليه؟ عشان امانتك ونزاهتك جاتك البلا بشكلك. عرفت بقى يا رشيد انا بحب مصر ليه؟ عشان اللي زي حسن ده. الناس هتتلم حوالينا. يا بنتي يا بنتي شويه دلال شويه دلع. انت كده ذكر بيغزلوا ذكر. انا ذكر يا قرع؟ ناقص الشغلانات. استني بس استني. ايه
عبد العزيز، انت جايب اخوك الكبير يمثل؟ معلش يا استاذ بنت خالتي. ايه بنت خالتي؟ بسرعه بسرعه هتسخن يا استاذ، بسرعه هتسخن. اه هتسخن. ايه تسوق انت يا راجل؟ يا بنت انا مش مخطاب الكباب. يلا اجري من على الناس يا وسخان شويه، وبلاش ذكر البط اللي انت ملعاه ده. يلا يا 36 ثالث مره، وكمان بترزع الخشب في وشي يا عبد العزيز. وحيداني ما انا جميله. يلا اكشن. يا دهوتي جتتي مولعه نار. امشي امشي حن عليا يا غزال، يا ريتني خلخال في احلى سيقان. فتح يا عينيا تحت الخلخال في شبشب انسله على دماغك. ايه ده الكلام مش كده؟ امال ازاي عري يا ندهول يا ده قوي راجل. الواد ده باين عليه مش من حته انه بيجرأ ويعكس لعبه. يا واد انا لعبه. طب الحل وردي ولا دستوري؟ ده انت يا دوبك حمار في حنطوري. طب اديني قطع من شفايفي دوقيني. عايز قطع؟ اه. طب تعالى وانا دوقك. هدوقك الشبش. عشان الفن انا عشان ابقى مخرج يا ما اتضربت بالجزمه. وسام الوشي. عايز قطه؟ لا خلاص بطلت. عايز قطه يا اللي كل انت كرفطه يا ايحه يا تلقيحه، صابونه من غير ريحه بوش التدميحه وعشتك فضيحه، والعشره منك يتعبوا في صفيحه. ابيحه ابيحه ابيحه. عيد الشوط يا استاذ. ده انا اعيد الفيلم كله. لعبه دي لعبة فعلا. هي دي الشيء اللي في خيالي، الشيء المعفن ده ممكن اجمعه واعمل منها نجمة، نجمة في السماء. فركش. العبوا بوستكم، انا عايزه هزه مع ندغه من لبانه. الواحده فيكم جزء.
خرتيته ودنها ودنانه. اديكم انا من النهوان جبت هزتو على السكه. نفخوا ليش فيها ميسكه. انا بس الفنيه جونها صاحبه الفرقه. ما غلطناش يا سياده القاد. خلاص نفخوا بقى الحيطه الميله. الشطاري على بنتك اللي رايحه جايه مش مستعبرك ولا مستعبرك بروفك. خلاص كانت في جره وطلعت لبره. دلعتوها بقى تتحكم فينا. دلعتوها لحد ما هربت وكانت بتتابع عليها بس بشرف. بشرفي لو ما رقصت في الفرح اللي اتفقت عليه اكون قلبها على دماغك ودماغ اللي خلفوكي. ما انا رايحه. اتلمي يا واد. انت مؤاخذة يا خالتش. مؤاخذة يا جوز خالتش. لسه احنا قبل ما نعبود. ده تاني شهر طاير مننا ثلاث افراح وطهوريه. مش حرص في افراح يا بلالايكا وخدوها سيره بقى. يا بنت يا بنت جوازك من بلالايكا واجيناه علشان تتنيلي تقوم لنا كم فرح. ايه هتزجني في ايدك كمان؟ مركز كسب ولا ايه؟ يا بنت انت هتعجيني ولا هتخبزي؟ ده انت هترقصي. يعني هتنشطي الدوره الدمويه. ما انت رايحه جايه في البيت بترقصي، في اوضتك، في المطبخ، في الحمام بترقصي. الله. ارقص نفسي لمزاجي لكن ما احبش حد يبص عليا، ما احبش حد يشوف حته من جسمي ويجرحني بعينيه. جسمي ده ملك اللي هتجوزه، فاهمني يا بلالايكا؟ ها؟ يعني الناس اللي هتتفرج على جسمك كنت بترقصي هياكلوا منه حته؟ هيخس، هينقص. انت قادره يا بلا لايكه. يا بنت الحاله ناشفه وانا اتهديت. هنجيب فلوس منين؟ ان كان عليا انا نفسي اهز عشانكم. ابي هزي بس لما جبنا مياتنا. باشا ده انا باشوات البلد بيطلبوني، بس انا اللي ما برضاش عشان ادي فرصه لمقصوفه الرقبه دي. وبعدين انتوا بضاعه. وضاعة والناس جوارعة. يلا بنت خش على المروة بعد الرز غصب عني. يلا يا جاهل. اسمع كلام ابن خالتك يا عناية. مع سيدك يا رب. اهدم يا اللي ما تنسى انت قلبك. يا عيني. يلا. هش جت كل قرف. انزل يا صفات هيستناني في الاوتوموبيلين بتوعي تحت. على بال ما اتفق على فرح كبير. فرح ولا اقول لك عدي على الخواجه ازيك؟ الخواجه الغلبان ده عايز يسلف مني 3000 جنيه ارمي له 5. يلا الكلام ده حصل. لا مؤاخذه طبيت عليكم من غير موعد سابق. لا حضرتك تحدد الميعاد اللي يعجبك واحنا نتفتح زي التبني استناك. اتفضل. اوعى تقعد وغلاوتك البياضات دي ما بتتشال الا للعزيز الغالي. شيل يا نبي خد بالك. الله يمد. يا ساتر يا ساتر. دي
البياضات حيشة ياما. وإيه ده كله؟ إيه ده كله؟ الطعم ده من أيام طفولتك. حلوة. عجبك بحاجاتنا المسؤول سنية هانم جنة. جوزي إبراهيم به نفخه. وأنا محمود بلالايكا. غريبة. ما افتكرش. ما افتكرش نكون شفنا بعض قبل كده. أنا شفتك فين؟ حبيبة. بالراحة يا بلالايكا على سعادة البيه لما ياخد نفسه. ما تشغفناش باسم الجنانة. أنا حسن بيه عاشور أبو. فهمني يا نفخه. واخد بالك يا جنح. سامعني يا بلالايكا اللي بيته ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. اسمي حسن بيه عاشور ابو طبق. طبق ده سلطحنا. فاخو جاي نسيبكم واطلب منكم ايد بنتكم لعبه. ما شفتهاش ولا عرف ولا عمري شفت شكلها. انا سمعت عنها من ناس جرانكو. وانت لما جيت للسطوح قلت لي انها مسمسمه يا حلو. شفت النماها؟ مش انت اللي سكنت مكان ام دعبس؟ ايوه انا يا بدنيله. يبقى لما جيت لك كانت معاك جوه وبات عندك يا نصاب. شغل الناس بتعرفه انت يا بلايك. لما سكنت مكان ام دعبس ام دعبس وشها حلو عليا ضربت معايا في البورصه طلعنا لفوق. لفوق قوي بمرت تومبلين والسواق. وانا جاي اتجوز بنتكم عمياني من غير ما اعرف شكلها واقدم لكم مهرها 125 جنيه. عشان ده تبيع بلايك. قصدك تقول علشان سعادة البيه ده؟ انما انت ولا تسوى نكله. جاي بلالايكا بتقلب قالها اللي يرفعها لفوق. انت بقى منها بلالايكا. الله. ها يعني نقرا الفاتحه يا نينا جنح؟ ايوه يا عين نينا. موافق يا عمي نفخه؟ موافق يا ابني. وفاتحه ليه؟ نكتب الكتاب على طول. بتتكلم جدي يا اونكل زحلفه؟ امال انت تنزل تجيب المأذون من البيت اللي جنبنا على ما نجهز الشؤون؟ حالا حالا المأذون هيبقى عندكم. وانا حالا افرح لعبتي. خش. ايه يا ولد؟ انا صرفته عشان اثبت لكم انه كذاب ونصاب واني مقصوفه الرقبه كانت بايته عنده. الرقبه تبقى ازن منه امال يا بلالايكا دي لو باتت عندي يبقى تستحق الدبح بالسكينه تلم. الله. هو مش بيقولوا انه ما شافش لعبه قبل كده وانه جاي على السمع وانه سمع انها بنت مسمسمه ومقسمه؟ خلاص انا هكشفه. ازاي؟ هقدم له اي بنت من بنات الفرقه على انها لعبه ونشوف هيعمل ايه. يا ليلى. يا ليلى. يا بنت مش كان نفسك تتجوزي؟ ايوه بحبك يا بلالايكا بحبك. مش انا الله يخرب بيتك. يبقى فين نفخه؟ يا اختي. يا بنتي مادي انت مش كان نفسك تتجوزي؟ يا ريت نفسي في راجل. اي راجل علقه في دراعي. انا وقعتلك على سنده فاقعدي هناك. علي انت اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. تعالى ما تزعلش نفسك. مش عايزك تضايق. تعالى. قومت من قدام مراته كان بيطلقها. معقول يا استاذ؟ معقول انا ارضى في الحياه عند الله الطلاق؟ معقول؟ لا مؤاخذه يا مولانا. جوزها من السجبعه. اتفضل يا استاذ. ليش يعني؟ عشان اني قماش البدله بتزحلق عشان جديده. بس بطاقه. ايوه اتفضل. مبروك يا عريس. ومن شر الوسواس الخناس اللي زي الوسواس. مش عارف القاهرة زي ما تتفاجأ كده ليه؟ زي ما يكون في حاجة شفطت الأكسجين من الجو. ما تلحقنا بالعروسة يا بلالايكا. بالعروسة جنبك. مين دول؟ يا عروستك لعبة
دي لعبة؟ دي دبة. لا دي مش لعبة واحدة، دي مدينة ملاهي معلها. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه الزحاليق دي كلها؟ طب ده العفش فين العروسة؟ ايه بتقول ايه؟ ادخل عليا بلالايكا خلاص يا بلالايكا. يا بلالايكا يا بلالايكا انا مش معترض على الجاموسة. العروسة بس لو نزلت معاها الشارع هيتعمل لي محضر اشغال طريق. وبعدين انت مش قلت لي انها مسمسمة ومقسمة؟ ما هي مقسمة قدامك ايه؟ دي تقسيم اراضي. بس انا اتفطنت. انتوا عايزين اتجوزها؟ ايوه انا اتجوزها. ايوه انا لوحدي. هي حلوه، هي حلوه والله من ناحيه مقاييس الجمال. لا حلو، لا حلو، ما فيهاش غلطه. انا بدور على غلطه الحقيقه مش لاقي. بس انا امي الله يرحمها قبل ما تموت قالت لي يا حسن يا ابني لما تيجي تتجوز اختار العروسه الاول وبعدين المطرح. انا اتسرعت، خدت زخنيه يا دوبك طرقه كده يا دوبك تعديني، والهانم تفضل طول عمرها عايشه بره. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده يا ناس؟ ده مناخير دي ولا نفق؟ ايه السنان دي؟ ايه البق ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ما تشوفوا لنا حاجه من على وش القفص بقى يا عيب. انت جاي فاصل بقى مش ماليه عينك. دي تملى عين الصيره. كريزي ووتر. والله يا عيب. وانا معيوب يعني ولا ايه يعني؟ انا ايه اللي يجبرني اتجوز واحده حامل في اتنين في البكالوريا مش عايزين ينزلوا؟ ايه انت جاي تسمع سمعه البنت ولا ايه؟ دي بنت بنود. بنت مين؟ بنت بنود. اشوف ابوها بنود ده عشان اضربها بالجزمه. زي ما انت مفيش حاجه. انا مفيش حاجه. ده سته رختر، سته رختر، مفيش حاجه. اقفوا على العتب، اقفوا على العتب. اوعي واحدة من دول هتشفطيني جواك. اوعي. انا هبلغ عنها بصراحة بقى. اتلمي بقى، اتلمي بقى، اتلمي بقى. انت مش بتقول انك ما شفتش لعبة قبل كده؟ ايوه ما شفتهاش ولا اعرفها ولا اعرف شكلها. لعبة نفسها لو شافتني مش هتعرفني. صح صح. اقفش اتفضل يا استاذ، احنا مش عايزين مأذون، احنا عايزين حنوتي. يلا بنت انا جوع. لا 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 بخاف من الجمل، بخاف من الجمل. اتلمي بقى، اتلمي. عرفت اسمه منين يا بت انت؟ طيب شهادة يا خالتي، شهادة يا بوس خالتي، كانت بايتة عنده. انت بنتي كنت بايتة عنده يا بت انت يا مقصوفة الرقبة. بصراحة هي دي اللي هتقول الصراحة. ايوه بس ما تفهموش غلط، ده انت عارفاني ياما ومربية بنتي كواب. هو ده اللي حصل، انا كورت الشراب في السرير. قصدي نايمتها في السرير وانت على الكنبه بره، وجاي اثبت حسن نيتي واتجوزها على سنه الله ورسوله. عشان الشحات ده مش عايزه تتجوزيني؟ ايوه عشان الشحات ده. ماله ده؟ وحش ده؟ كخه ده؟ ما يملاش العين ده؟ جبت الفلوس دي كلها منين يا سي حسن؟ دي فلوس الخواجه ايزاك. قلت اعمل وديها البنك منظر بيها. واجرت خلاص ما دام عزوم بنتنا وتحميها حلال عليه. لا وحقدم لها الشبكه كمان، شبكتك يا ست لعبه. ايه ده يا سي حسن؟ بقى يوم ما ربنا يفتحها عليك تبقى
يبقى شبكتي شيلن وبراني كمان. ما تبقيش غشيمه، الشيلن ده هو اللي جلب لي الحظ، هو اللي جاب لي السعد. خلي معاكي وهتشوفي السعد هيخبط على باب بيتك. ده سعد يجي بسرعه. بونسوار عليكم. هو انت يا ابو ذي الاخص؟ ممكن ندخل؟ لقيته سندوتش. السلطان هو انت يا ابو ذي الاخص؟ سندوتش ايه دلوقتي؟ برضو لا بهارم، احنا جايين بوز سعد مش بوز اخص. واذا كان على اللي حصل في الحاره سامحيني، بس انت فهمت غلط. اقدم لك الخواجه كرياكو المنتج السينمائي العظيم. طبعا غني عن التعريف، مستر سعيد كرداحي مخرج المعي. واحنا عاوزينك يا لعبه عشان تشتغلي في السينما. سيمه ايه يا استاذ قرد؟ بس مش قرد، اسمي قرداحي. يبقى نص اسمك قرد. مفيش سيمة، لا ما بشتغلش في السيمة، ثم الكلام معايا انا. اخلص يا كومبارسي، انت مصيفة في السينما، مش كفاية اللي عملته فينا؟ ما تحترم نفسك يا اخي، اللي انتوا بتتكلموا معاه ده خطير، اللي هيبقى جوزي. ان شاء الله. جوزك؟ ان شاء الله. انا لله وانا اليه راجعون. بتقول لك جوزها مش جنازتها. وجوزك جوزك بس هيكره لك الخير، السهرة، يسعد، الأضواء، الفلوس المتلتلة. لا بهانم، مستر سعيد مبور بيكي وهذه دمك في ثلاثة فيلم من إنتاجي تصنع منك ستار. كنت راته بثلاث أفلام، صحافة، دعاية، بروباجندا، هتقعد ممثلات كتير في بيوتهم بعد ما شفعوا وافتروا. الفيلم 600 جنيه، أنا موسي مني بيكي، أنا أتحدى. ده غير الغدا، إحنا لينا كل يوم وجبة مع الستاف. موافق. وانا امها ما سيبهاش ابدا، رجلي على رجلها. استعراضات طبلوهات تقطير ولينا شرط لعبه، ما تعرفش ترقص اللي على صوتي وعلى دقه قانوني وسقفتي على الواحده. اوكي كلكم على بعض كده 400 جنيه كمان، نمدي كونتراتو. سكت يا ليلى، ما تتكلمي. هلولو ولا كيس حسب ناس اشرار بتزغللوا عليها من ورا فلسو. ايه يا اخويا، انت من اولها جاي تتجوز بنتنا وتمنع الخير اللي جاي لنا؟ طبعا، ما البطل اللي حطيت له بيضه دهب داخل على طمع. ده اللي انت شايفه فيها يا بلايكا، لعبه بالنسبه لكم البطل اللي بيضه لكم بيضه دهب، كل واحد فيكم عايز ينهش منها حته. يا سي حسن خليك جنتل، اذا كنت بتحبها صحيح يا ابني سيبها تشوف مستقبلها. الحب تضحيه الوفداء. ما اسمهاش تضحيه، اسمه هبل، اسمه عبط. يا بني ادم ابعد عنها، ما تنهشهاش. طاقه السعد وفتحت لها بقى. اسمع انت وهو، انا مش هشتغل في السيما وهتجوز سي حسن، ومحدش هيقدر يقف قصادي، وانا مجنونه بقى وانتوا عارفيني كويس. راح على الشراب يكر مننا، ما نعرفش نرجعه تاني. بنتي وانا عارفاها. خلاص يا حبيبتي، احنا موافقين تتجوزيه. اتهببي بهباب الحيله لابو طبق، بس تشتغلي التلات افلام. ده كلام مظبوط، تشتغلي ونشتغل ونب على وش الفته، وبعد كده مش معنى بالطبع ده. هيا بس انا ما اقبلش ان مراتي تشتغل في السيما. ايه لسه بقى مراتك؟ وانا هحاول اقنعك. اقنعيني. تقنعيني بايه يا لعبه؟ تقنعيني بايه؟ انا مش هستحمل ابدا انك تشتغلي في السيما، انا ممكن اموت. بعد الشر عليك يا سي حسن، ومين قال بس ان انا هشتغل في السيما؟ بس انت وافق كده وكده، ساعتها هبقى مراتك والامر امرك. جوزي ومش عايزني اشتغل في السينما كده وكده حركات. ما تودي وشك للرفه. خلاص يا لعبه، خلاص انا ما عنديش مانع تشتغلي التلات افلام ما دام هنتجوز، ده الاهم. مبروك، ده الكارت. تقولنا المكتب بكره علشان تمضوا. سعيده، مع السلامه. مع السلامه، مع الف سلامه، مع الف سلامه. نخش على الشغل، نخش على الزيطه والزمبريطه. لازم نحضر نجمتنا ولعبتنا لعالم السيما. لا يا برم، نحضر عروستنا وزفتنا، وبعدين نفكر في زفتتكم السيما بعدين. احنا هنعمل فرح هتضيق، نقول كده يوم الخميس الجاي. لا يا حجي الكلام ما يبقاش كده، احنا مش داكين عصافير. ايش ضمننا انك بعد ما تتجوزها ما تقفلش عليها الباب وتمنحها بصفتك جوزها؟ ساعتها لو قلت بتاعت السيما بالله ونشرب ميتها. مبسوطة أو كشف فكرتك؟ إيه قصدي، معقول أنا ممكن أعمل كده؟ أنا وشي كده؟ وإيه بقى اللي هيخليه يوعد وما يوفيش بوعده؟ لا 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 لا، الكلام ده لا الكلام مظبوط، كنا هنتعدى السنين. خلاص، إحنا عايزين ضمان. ضمان إزاي؟ وصولات أمانة، تلات وصولات كل وصل ب 1000 جنيه، تخلصي الفيلم من دول نديلك الوصل بتاعه، وتلعب بديلك نحبسك. ياه، اتزنقت يا أبو طارق.
لا يا ابو قرن. هتزلي ليه؟ الفلوس موجوده، مستعد امضلكوا على الوصولات. ما انت لو مضيت يا سي حسن يبقى لازم اعمل الثلاث فلام. انا مش فاهم بتوع السيما عجبهم ايه في الشراب المقلوب اللي في وشك. خلاص ثلاث فلام يتكروتوا ونخلص. يعني هتستحملني يا سي حسن؟ هستحملك يا لعبه، هستحملك. السيما هتاخدك مني ثلاث شهور، انما انت هتبقي معايا العمر كله. يبقى تمضي. لا يا برم، المأذون يمضي عقد جوازنا، امضلكوا على الوصولات. الفرع الخميس الجاي. لا بكره. وبكره ليه؟ دلوقتي حالا. شبكتك جماعتنا وعمرها ما هتفرقنا ابدا ابدا يا سي حسن. اتشيع. لعبة في الفيلم وهو اللي هيبقى اسم الشهرة، فتانيستا. يعني من هنا ورايح يندهولي ويقولولي يا أم باتيستا؟ ما اسمهاش باتيستا يا مدام كاستور.
اسمها فتنستا. الاسم ابتدى يرن بعد اسبوع واحد من التصوير. جرايد، مجلات، ما فيش شغلانه غير فتنستا. فتنستا وما فيش بلالايكا. بلالايكا ما علينا، خلونا هنا. فكروا هنفتح معاها موضوع سفريه لبنان ازاي؟ المشكله مش فيها يا بلالايكا، المشكله في ابو طبع. ابو طبع الراجل عداه لعيب لحد دلوقتي. ده احنا نزلناها تشتغل بعد اسبوع واحد من شهر عسل. مش عايزين نخن عليها الناس. والراجل مهاود ومطاوع، شايل لها الشنطه وموفر عليها اجر الكماريره. ده رايح جاي وراها يجي اكتر من جمعه. ده صنف نمرود، واخدنا على قد علينا لحد ما نخلص الثلاث افلام. بس لو رفض سفريه لبنان الوصولات معانا نسجنه بيها. سفريه لبنان دي جات لنا من السما لمصلحه الفيلم ولمصلحه فتنستا. دول هيشيلوها هناك شيل. وانا مش موقعه لكم اي حد، لا، ده وجيه به الشابوري من اغنى اغنياء الشام. بس هي تسبل له وتدي له ريح حلو ومش هتلحقوا على هداياه. برافو عليكي. بس المهم الراجل اللي اسمه وجيه به الشابوري ده ما يعرفش انها متجوزه، والا يدفش مننا على طول. طب يلا نخش له. ده منشوع في الاستراحه من الصبح. يلا نخش له لحسن يدفش مننا. يلا نلحق. الوقت جري، العطله دي كلها بفلوس. حد يشوف فتنستا اتاخرت ليه؟ حاضر يا استاذ، حاضر من عينيا. حاضر. جت يا استاذ. النجمة فتنستا وصل. بنجور عليكم. تاخير ساعه ونص. كان زماننا خلصت ماشي بحاله. من غير عصبيه يا استاذ قرد. بس مش قرد، اسمي ارداعي. خلاص شغلكم هتاخدوه. كان على الفيلم عايزين نكلمته في يومين ونخلص. هي حلت دمي يا ابو طبع. ماشي يا ابو البطوز. اتفضلي اجهزي للمشهد. لا ما انا متسوقه، ادوني بس 3 دقايق وانا هبقى جاهزه على طول. متسوقه؟ قصدك مكياج؟ ايه ده، لموها بقى يلا بسرعه. مفيش حاجه اسمها بسرعه. مش كفايه انه كرمتوا لنا شهر العسل؟ دي اللحظات الوحيده اللي بينا نقعد فيها مع بعض، هي بين المنظر والمنظر. وحشتيني يا لعبة. وانت كمان يا سحسن، طول الليل بفكر فيك. وتفكري ليه؟ ما انا ببقى ملطوعه جنبيكي. واحده يا سحسن، انا لسه مش واخده عليك. بنكسف. بتكسف من ايه؟ ده انت مراتي وانا جوزك. ان كان عليا عايز اخليكي اسعد انسانه في الدنيا. ان شاء الله يا سحسن هنقدر نجيب شقه ونفرشها. هي مشكله مكان؟ ما احنا عندنا اوضه في اسطوح، اجرت لك الاوضه اللي جنبيها اوضتين في اسطوح بقى واخر هنا. ايوه يا سحسن، بس ما تبقى الشقه اوسع وابرح ونفرشها هنقدر نحس بالسعاده اكتر. حاضر اجري فيها وانت تجري ورايا. اجري اخش في اوضه تجري تخش ورايا. اجري اطلع من اوضه تجري تطلع ورايا. ونفضل نجري ورا بعض، نجري ورا بعض، نجري ورا بعض، نجري ورا بعض زي بتوع السيما. تمام. ده ما يبقاش جواز، ده يبقى ماراثون. اتجوزتك عشان نقعد نجري ورا بعض والاخر تقطع نفسي. يا لعبه، انت قلتي انك عايزه تكبريني لغايه لما ابقى نجمه في السماء، وان الغنى مش في الاصول ولا في المال. كفايه عشه تجمعنا نعيش فيها مع بعض. امسك ايدك، لا مؤاخذه يعني، تمسكي ايدي بعد اذنك. احنا بنخطف الثواني يا لعبه. يو يا حسن، وانا كنتش بعمل كل ده ليه؟ مش عشان الفلوس؟ فلوس يقطعني عشان الوصولات واما هتتسجن. ايوه بس دول 3 افلام وسيمة حبلها طويله، لسه هستنى 3 افلام. انا كل طمعان فيه بوسه واحده مش طايلها من يوم ما اتجوزنا. يا اخويا، المهم ان انا بحبك وان انت كمان بتحبني. ايوه بتحبيني وبحبك، ما قلناش حاجه، بس حب ريحي ملوش طعم ولا لون. دخلي دماغك في الشنطه بسرعه. ليه يا اخويا؟ هخطف بوسه سريعا. ماشي يا استاذ حسن، قلت لك مش قدام الناس بنكسف. ما انا هقفل عليك الشنطه، ما حدش ياخد باله. ما هو مش قدام الناس عشان انا بنكسف. لا مؤاخذه يا اخويا، تعالي يا عيني اعدلك فستانك. فستان ايه؟ ما هو معدوم. اسمعي جيب ايه الشابوه؟ الراجل اللي بتاني عايز يقابلك. والزعل اللي اسمه حسن ده اللي بوظ لنا الدنيا. وجيه بيه الشابوري ده عايزني في ايه؟ هيقدم لك هديه، اعجاب، محبه، تقديم. وممكن جوزك يتهور ويعمل لنا فضايح ويحرق الراجل. انا مش عارفه اخرتها وياكوا ايه. عقربه والحنش كانوا عايزينك في ايه؟ اصل الست الشقه اللي انا كنت بصور بيه امبارح ولازم اكمل بيه المنظر النهارده، ممكن يعني يا حسن
تعبك تروح البيت تجيبهولي؟ ايوه على ما اوصل البيت وارجع لك حتاخر عليك، ده مشوار. ما عبر ما اخلص المنظر الاولاني يكون انت جيت. حاضر يا ستي من عينيا، حاضر. طيب مفيش بقشيش، اكراميه، اجره السكه رايح جاي. زي ايه يا اخوي؟ بوسه واحده بس. يوسف حسن قلت لك مش قدام الناس بنكسف. دي خطف ما حدش ياخد باله. يعني لما اقول الصوت ايه شفت انا ببص بعدين خايف. حد افضحيني في الاستوديو وانا اللي داخل عمال افهمهم ان انا بويس. حاول تطوري في المشهد على ما اجيبك الشال. صور فانتانيستا اتفضلي. بلالايكا فين بلالايكا؟ حافظ الحوار؟ هوبا يا اخويا، اول ما هيسلطوني انا هقول على طول. اتفضل يا شابوري بيه، شابوري بيه، شابوري بيه، اتفضل يا شابوري بيه. مرحبا يا شباب، يعطيكم العافيه. خايفين صحتكم؟ جنويا من جنويا من جنا شاوري بيه. اهلا وسهلا شاوري بيه، شرفونا حبابنا. اهلا وسهلا اسمعني شرفونا اسمعني 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 ولا اسمعني انت الاول عم بقلبك ولا شو؟ مش عاجبك صوتي؟ لا عجبني عجبني قوي. سيبناك تغني، سيبنا بقى نغني عليك. شو قصدي؟ اقدم لك نجمتنا فتانيستا في انتظارك. ايوه انا فتانيستا. ولك دخيلك انا. قولوا شو هيدا يا بلالايكا؟ وليه بتضحك علي وبتقلي هيدي انساني؟ الله 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 الله. وليه هيدي ملاك نزل من عند الله ليسحب عباد الله؟ دخيل يا لطيف. شو هالاوان يا لطيف؟ شو هالعيون يا لطيف؟ اسمحي لي اعبر عن اعجابي فيك. هما مش هيشغلوا بقى ولا ايه؟ ايوه ما الراجل شغال 100 فل و10 اهو. ما تسمحي لي بتشرف بدعوتك انت والاهل والزملاء والاحباب تزوروا ديارنا بلبنان. والله منشيلكم من المطار على كتافنا يا عم. متشكره قوي يا شابوري بيه. تسمحي تقبلي مني هالهديه؟ رعبون المحبه. الراجل غلط قصده عجون وقف تصوير. عم انت مخرج حمار صحيح. يا لهوي كل دي ليا بس دي كتير. وجايب لها من لبنان ليا هديه. ايه اللي جابها لها من لبنان؟ من قله الخرفان. بس يا خروف. ماشي يا نعجة. لو ملكت الدنيا، لو ملكت القمر، لو بملك الشمس، لحط لك اياهم تحت اجريك هديه يا عم. اجريك يعني رجليك. فيلم محتاج ترجمه فوريه. احنا لنا الشرف نكون في ضيافتك في لبنان. والله راح استنى اليوم هيدا بفارغ الصبر. اوعى تفكري يا عمي اني طمعان بجسمك الرائعه واني بضحك علي. مؤدب، قلت لها نفس الكلام والله. والله ببديك بدمي وبروحي وبقلبي. ده انت لطيف قوي يا شابوري بيه. خلاص ناطرينكم بلبنان. ناطرينكم؟ ياخدهم لبنان ومعين ينطرهم. ايه بالزور؟ بس اسمع بقول لك ايه، انا لازم اهلي يبقوا معايا في لبنان. لا طب الشراب المقلوب. متفقين توصلي لنا بخير انت والاهل والزملاء والاحباب. يلا بخاطري. استغفر الله. فاضلكم يا شباب. الله يعطيكم العافيه. والله يا عمي عامل مجهود كبير. والله انت اللي عامل مجهود كله. احنا واقفين نتفرج يا استاذ. هايل يا استاذ، هايل. كان نفسي اشوفك من زمان. ازيك يا استاذ؟ منيح. فين صوتك؟ ازاي سامي يا جمال؟ مين؟ انت شغلك كتير بقى، ما انتش فاكر ايه ولا ايه؟ على فكره في ناس بتستفسر، انت كنت بتعمل ايه في الدولاب؟ دولاب؟ تناسي ولا ايه؟ يا ما جوه الدولاب مظالم. فاكر؟ طبعا انت ما بتسافرش بالطيارات دلوقتي. بوصات الريح جميلة. وايه الفازلين اللي في شعرك؟ كل ده فازلين؟ ايه ده كله؟ والله وحشني يا استاذ، كان نفسي اشوفك من زمان يا استاذ فريد.
والله يا خي انا اللي كان بدي اشوفك من زمان. حضرتك تعرفني؟ ولو في حدا ما بيعرف الاستاذ شكوكو. وفريد نطرش كده خلص دوره؟ خلص وكان الجو. والله يا عم اللي عليه. كلك ايه؟ ثانية واحدة يا عزيز، ثانية واحدة ما تسجلش. المنظر ده لازم تطلع لابسة فيه الشال. رجعت اسألك، عايز الشال الأحمر ولا الأزرق؟ شال هي بني آدم، ما هي لابساها أهو. يقطعني يا سي حسن، نسيت إن أنا كنتش لابساه. أنا نفسي تنسي في مرة تلبسي الشراب المقلوب اللي في وشك ده. كلك ايه؟ فيلم حكاية كل يوم مشهد 45 أول مرة. أكشن. عارف يا حبيبي أنا بحبك هدي إيه؟ وآخرة الحب ده إيه؟ طول ما المقطة في جوزك واقف في سكة. يوه، ما هو زيرو يزهق بقى ويطلقني. يا تنح يا بنت، ولا هو هنا ولا مش قادر أستحمل. كات، نظبط اللقطة اللي بعديها. ما تزيتوا الممثل بتاعه ده. أولا ده بيحب ده داخل على حل الكشري. المرقص هيقول ايه؟ المرقص ده دريان بحاجة، ده عامل زي اللي بيقولوا عليه في الفيلم. على رأيك ده لسه فاول اسبوع، بكرة ما تضرب معاها هتضرب جوزها بالجزمة. جوزها ده ولا بيهش ولا بينش، تلاقيه بيسلك منها الشيخ. مساء الخير. ممكن ما تحاور؟ تعرف جوزها؟ اعرف. معرفة شخصية. اعرف. بيقلب منها، بيسلك منها فلوس. قف عينك، قف عينك. انت مالك انت في ايه؟ بس يا حيوان. انت تعرف جوزها؟ بتتكلم على جوزها ليه يا بني ادم؟ انت مالك انت؟ انت مالك انت ايه؟ انا جوزها يا بني ادم. انا جوزها اللي بتتكلم عليه اللي بقلبها. انا جوزها. كلموني على جوزها اللي في الفيلم. وضح كلامك وراعي ان دلوقتي بقى لها جوز جوه الفيلم وجوز بره الفيلم. ما عندك كله ده هكس، ده كل ده كلام فارغ، تمثيل مش حقيقي، ده تمثيل. دور اكشن. مراتي مش هبله، ده تمثيل عادي. لا لا لا، لحسن جوزي ياخد باله. باخد اصطاد. ممكن افهم اخبى عليك بيبص لي انا بالذات ليه؟ ده بيمثل. خلاص يمثل، احنا فاهمين سيما دلوقتي. يبص للكاميرا هناك، كل واحد ليه كاميرته. في كاميرا وفي كاميرا، كل واحد يبص لكاميرته. معقوله؟ وزه وزه. مع الكلام اللي بيقولوه على جوزها ده موجود في السيناريو؟ امال يعني كل واحد بيقول اللي على مزاجه؟ ايوه، في ناس هنا جهلة فاهمين ده بحقه حقيقي. ترى ايه يا سي حسن؟ ده تمثيل. انا ما بقتش فاهم الفيلم ده على الاطلاق. انت مش قبل كده كنت بتحب الراجل الشامي؟ انا حبيت راجل شامي؟ طب ده اول راجل في حياتي. انت كمان هبله مش فاهمه سيما. بتكلم على استاذ فريد الاطرش لما كان واقف بيحبك من شويه. الراجل حبك، لا جاب سيرة جوزك ولا قال حياه. ممكن نكمل شغلنا؟ خلاص يا استاذ. ثانيه واحده، الإخوة ليهم أي تعليق قبل ما نبدأ؟ أكشن. حبيبتي وحشتيني وحشتيني. وأنت كمان. ممكن أخد بوسة؟ يا ريت. بسطاب يا ريت. مشتاقة للبوسة أوي. يقول لك اديني بوسة، تقولي له يا ريت. كلمي، تقولي له يا ريت. دراسة حسن، وانا كنت بنبس فيه؟ ده في الفيلم ده تمثيل. دكك الشراب ده. انا جوزك من اربع حيطان، اقول لك اديني بوسة تقولي مكسوفة يا صحاصة. اقول لك بوسة تقولي مش قدام الناس يا صحاصة المكسوفة. مكسوفة وما انتش مكسوفة انك هتتباسي بوسة تشوفها امة لا اله الا الله. مفيش بوس، مفيش افلام، في وصولات.
طز في داهيه، اسجنوني، موتوني، بس ما حدش يمس مراتي، ما حدش يمس كرامتي. طب هدي اخلاقك، ايه ده؟ مبسوطين؟ مبسوطين؟ قلت لكم بلاش البوسه الهبابه دي، انتوا عايزين تخربوا بيتي، عايزين تهدوا حياتي، مش كفايه البوسه بتاعت امبارح؟ ساعة مراتي بتتباس نص ساعة ليه تطعيم؟ ده انا مراتي بتتباس نص ساعة ساعة ما بعتونا اجيب سندوتشات. انا مراتي بتتباس امبارح نص ساعة ولا مستوي امبارح يا عيني تتفزق عينك. ترى ايه يا معصوف الرقبة؟ ازاي تحرج نجمتك كبيرة بالشكل ده؟ ايه يا اخي؟ يعني ايه؟ مراتك وتبس تبوس هينقص من حتة هتخس، خليك شنت خليك سبور. سبور ده ايه؟ مراتي يا عالم، مراتي، يعني انت ما تضايقش لو حد بس مراتك، تعالي معايا. ايه يا خويا؟ الله 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 الله، ايه اللي بتعمل ده؟ ده انت نفسك حلو قوي. بس يا نفخ وبس. أول مرة أعرف يعني إيه بوس. ده أنتوا طلعتوا عيلة ضد البوس. لا مفيش بوس. البوس فيكم والأفلام فيكم. والسجن فيكم. خلاص. مفيش ما نعمل بوس. فيش مانع من البوس بس سيبوني انا ابوسها لكم. ما ينفعش. خلاص انا بقيت فاهم سيما، انا مستعد ابوسها لكم بوسه اتنين عشرة. لا يا سي حسن انت بالذات ما تبوسنيش. انا بالذات ما ينفعش تبوسها يا استاذ لانك جوزها. صحيح، لازم اطلقها الاول وبعدين ابوسها. ايه التناقض اللي في سيما ده؟ ولك عليا ان كل المشاهد اللي جايه بعد كده ما فيهاش بوس. يا حبيبي انا كده اخسر فلوس، لازم بوس عشان اكسب فلوس. كل المشاهد اللي جايه بعد كده كلها رومانسيه، حب عذري في جبال لبنان. لبنان؟ عايزين سفرة لبنان؟ مفيش لبنان؟ يبقى في لبنان. اه يا نور يا عصابه سكت يا لعبه اتكلمي. لو انت مش عايزني اسافر لبنان يا سي حسن هوافق. ايه؟ بس انت هتتسجن. ولو انا رفضت اسافر برضه هتتسجن. قلت ايه يا سي حسن؟ انا اتسجنت خلاص. ما تخافش يا سي حسن، ده انا لسه لعبه مراتك وان شاء الله هشرفك في لبنان ومش هتبس ولا بوسه واحده. توعديني يا لعبة؟ أوعدك يا أخويا أول ما أخلص المنظر اللي بقلع فيه المايو. طاب الهوى طاب قلنا له هلا بالشرفونا اليوم زادونا حلا حلا طاب الهوى طاب قلنا له هلا بالشرفونا اليوم زادونا حلا بوجودكن اليوم يا أغلى الأحباب الأرز غنى مع طيور الفلاه يا باي يا يا شباب يا بالهوى طاب يا بالهوى طاب يا
انا ما فيي عبر الاحباب يا با عبر الاحباب يا با الهوى طاب يا با والله الهوى طاب يا با طاب الهوى طاب يا با والله الهوى طاب يا با من مصر اجونا اجوا شرفونا اهلا وسهلا شرفتونا بلبنان. اهلا وسهلا بحماي وحماتي ام الطلعه البهيه ولك دخيلك ودخيل هالبطن اللي زلطت هالمخلوقه فتنستا ولك يقبرني اللي نفخ فيها الذوق والخف والاخلاق اهدي البطن اللي زلطتها وانا بقى اللي نفخت فيها الذوق والاخلاق هموت على الساعه اللي فيه. اي يا بلالايك الله فتنستا اتاخرت قوي كل ده بتغير في الاوتيل. هي الساعه كام دلوقتي يا خي؟ الساعه 5:10:03 يا حبيبي. ياه قد كده ساعه كام؟ دي دقيقه وحياتك ما قال لا اخت ولا زي. ملاش اخت ولا زي يا خساره. كنت بفكر اشتري اختها. اتفضل يا خي ما بتغلى عليك يا حبيبي. يا خي طول بالك ما بدك ايدي ولا الساعه. لا يمكن البسها في ايدي. لسه هشتري لها خاتم زي ده يليق عليها. ولك قلبي وعيوني ما بيغلوا على ابن خالد حبيبة قلبي فتنسة. اتفضل يا حبيبي اتفضل. يا سيدي تشكر ده واجب علينا. بلالايكا ايه ده يا بلالايكا؟ ايه اللي خدته من الشابوغ بيه ده يا بلالايكا؟ يقول علينا ايه الراجل بيستقطعه؟ يا خي لا تلوم ولا تعاتبه. هو حب ساعتي بتمنى حبيت بنت خالده. لا 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 هو حب ساعتك وبياخدها منك ده حتى عيب. يعني انا لما الاقي معاك الساعه مكاتينة دهب اللي في جيبك الشمال دي واحبها اخدها منك عيب عيب؟ يعني يا خي لما انا حبيت بنتك فتنستا ما بتعطيني اياها اتجوزها؟ ده انا اقدمها لك على طبق. ها بلاش طبق دي. اقدمها لك على كفوف الراحه. بس احنا نفسخ خطوبتها من الجدع اللي اسمه حسن وبعدها فتسست تبقى تحت العبر. يبقى خود يا خي ما بتغلى عليك يا حبيبي اتفضل. يا مسهل مش معقول كده يا بلالايكا. احنا تقلنا قوي على الشابوري بيه والشابوري بيه مش فاضي. لا بقى فاضي شابوري بيه. ممكن تسلفني 5,000 ليرة لحد ما ننزل مصر؟ لا تهكلي هم المصاري يا حماتي. هي تهكلي دي هتدفع ولا مش هتدفع؟ يعني ما يهمك فلوس يا حماتي. ليرات دولارات فرنكات تحت امرك وتؤمري امر. تسلم. المهم يا جماعه بدنا نعرف انت ميعاد الزفاف. اوف 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 مش ممكن تكون دي فسحه. الصحفانيين ما سابونيش سؤالات ومصورتيه زهقت مش عارفه اقعد معاكم. مش عارفه استمتع بجبال لبنان وشجر الرز وانقي فيه براحتي. يا حبيبتي اسمه شجر الارز، ارز لبنان. مش عارفه بقى. المهم ان انا مش عارفه اقعد معاكم خالص. ولك امري ووقف لك كل هالضجه الاعلاميه. امري وباخذك على كتافي وبلفيك بكل مكان الله خلقه بالعالم. يا سلام. متشكره قوي يا شابوري بيه. انا عمري ما هنسى كرم ضيافتك وكل اللي انت عملته معانا. بصراحه كده احنا خلاص بقى لنا اهل لبنان. قلبتوا الراجل؟ تسمعي تقبلي هالهديه؟ قلبي قلبي
قلبيني واقبلي هالهدية من القلب المتقروت والمتشعب، هالقلب اللي بينز محبي وبيبخ حنية وبيطرطش عاطفي ومتزروت ومتلحوس بنار حبي. بصراحة احنا تزروتنا وكرمك خالص يا شابوي بيك، بس ده كتير مش عارفة هرد لك ده كله ازاي. كتير؟ طيب رح اقول لك على خبر بيطيب عقلي. اشتريت لي ديال تفاحة قلبي قصر بجاردن سيتي ليكون العش اللي بيجمعنا انا وانت مثل طيور القناة، ومسجله باسمي اول ما ننزل على مصر ونتجوز. ايوه بس ده مش ممكن. اصل انا مخطوبه. انت مخطوبه؟ الشابوري بيه اهم حاجه عنده انك ما تكونيش متجوزه. وخطيبك فهماني، خطيبك المجرم ده حسن ابو طبق الشابوري بيه كفيل يخلصك منه. هيتقوصه. بنتي يا حبيبتي قدامك الفقر والغنى العز والبهدلة، حكمي عقلك واختاري. أنا ما انكرش إن أنا إنسانة، لقيت العز لقيت الحب لقيت المال لقيت الشهرة لقيت المد لقيت الحلم سنين وسنين مظلومة، قلت المال يديني أمان، بس لقيتني هخلص ظلمي من اللي اختاره القلب، وكان قلب وروح وضمير وأمان، كان إنسان كان إنسان. فاتينيستا فاتينيستا كبر عقلك، هيك الفقر حينتهي، طير من السعادة. مراتي لها بقالها شهر في لبنان 30 يوم جوايا قطر بيجري بيعد الأيام والساعات والدقايق والثواني عشان أقابلها. شفت الفستان اللي شريته لها؟ مسكينة زمان هدومها كلها قرحت في لبنان وأنا ما استرخصتش، كان فيه ب75، شريته لها ب82 قرش ونص. يلا هتصعق لما تشوفه. لو اسمعي اسمعي بقى الكلام اللي كتبهولي في التلغراف، كتبالي شعر ولا شعر المتنبي. حبيبي حسنولا يلي بقك زي بق القلة، البنت في لبنان وتفكر في البوس،
أصل الخميس القادم انتظرني عند السلالم، والنهاردة الخميس. كرهت السبت والحد والاثنين والثلاث والأربعة وحبيتك الخميس. لو خلفت عيل حسميه خميس، ومو خميس حتوصل الخميس. ما وصلت خلاص يا أبو علي، وصلت فوق ونجمها بقى في السماء. ربنا يزيدها كمان وكمان، تستاهل كل خير. المهم نخلص من الجحيم السيمة دي بقى، وخلاص ملاش حجة. وضبت لها القطين فوق السطوح ولا فلل حدائق شبرا. يا جدع فوق، هو الخن ده هيملى عينها؟ مين؟ لعبة؟ يبقى انت ما تعرفهاش. لعبة دي في قمة القناعة، في قمة الوداعة. شفتي؟ شفتي الأكل اللي قعدت تطبخ فيه 17 يوم؟ ده زمان عفل. لا، أنا بسويه على النار هادية. مسكينة، زمان هم عايشينها في لبنان على سندوتشات التبولة. مسكين انت، طيب قوي يا حسن. والطيبه دي يا منين يا ست بلبله؟ من الحب اللي مكلبش في قلبي. انا مستعد اضحي بعمري كله عشان خاطر لعبه مراتي يا حبيبتي. لعبه وصلت. كراكس كراكس، لعبه وصلت، لعبه وصلت. ويلي يا ويل، ويلي يا ويل، يا عزيز يا عزيز، قبه تاخد الانجليز. احي احي على الايجاره، الاسعار بقت مسخره. فستان. بونسوار يا استاذ. ثانية واحدة، هاي مقابل مراتي. أوام كده نسيت مراتك يا سي حسن؟ لا يا مراتي، وحشتيني يا بنت الإيه. لكن إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ غريبة، واضح إنك اتصحبتي على حسن وكسرتي وحدته وأنا مسافرة. أنا كنت جاية أسأله عن ميعاد وصوله. مبسوط يا سي حسن؟ قلت لك أمشي قبل ما لعبة تيجي ويحصل مشاكل. لعبة تيجي ما حصلش مشاكل. وحشتيني يا لعبة. أظن لي بذمتك 30 يوم ب30 بوسة. بوسة قبل ما أهلك يطلعوا. سيبك من البوسة يا حسن وخليك في الحوسة اللي أنت فيه. البت دي كانت عندك هنا بتعمل إيه؟ هو أنا سافر من هنا وأنت تلعب بديلك من هنا؟ اخص عليكي. أنت تظن فيا حاجة زي كده؟ وما أظنش ليه؟ مش جايز وهي عندك تكون يا حستي حصلت غارة فخافت وترمت في حضنك؟ اطمني، هتلر عارف إنك مسافرة عمل هدنة. حتى لو حصلت غارة، أنت تعتقد تعدي عليا ثانية مشو؟ ما افتكركيش فيها 100 مره. وحشتيني يا لعبه، وحشتيني. لا لا لا، مش وش مش وش مش وش. حامل. ده احنا لسه ما بوسناش. لا، عشان الهدوم ما تبص. لكن ايه اللي في ايدك ده؟ دي ممسحه كنت بروق بيها بقى. حلو الهدوم اللي عليكي دي، ما تقلش عن 380. جايباها في الاوكازيون من لبنان ب 120. طول عمرك نصحه ولبنان رخيصه. 120 قرش رخيص. 120 جنيه يا حسن. ايه 120 جنيه على جتتك؟ في خطوره عليك في الحاره هنا. ايه ساعه من جتتك؟ اهلا سيد نفخو. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. والله ونضفته. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه حماتي. الحمد لله على السلامه. مبارك بيه. تصور يا حسن. احكي يا حماتي احكي. والله صدقه جيزي ويت ريفاتيكي. الحمام من ناحيه دي يا حماتي. جي سوي كومبوليزون. بونجور بونسوار اوروفوار. لا حول ولا قوه الا بالله، انتوا مش اتطعمتوا قبل ما تخرجوا من مصر؟ طب ايه ده الطعام الفرنساوي ده طلع على جدتكم منين؟ يلا يا جماعه ما عندناش وقت. بوركوا مسيه. فتنست هاني وراها مشاوير. مين فتنست هاني دي؟ انا فتنست يا حسن. والله مراتي لعبه بقى اسمها فتنستا؟ اسم الشهره فيها حاجه دي يا حسن؟ انا ما اسميش حسن يا فتنستا، انا اسمي حسنستا. بلاش تريقه يا حسن. تريقه ايه بقى؟ تريقه ايه؟ يلا 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 اتفضلوا قوموا كل لقمه. لا انا ما اقدرش اكل، جسمي يبوظ. والله انا اعرف ان جسمي كان بيبوظ من قله الاكل. لا من كتر الاكل ما سمعتش. لا اصل انا جسمي ووزني بقوا مراكور ملك السيمه. والله جسمك بقى ملك السيمه. امال جوزك يملك ايه يعني؟ الهدوم اللي عليه. وحشتني يا حسن. طيب اتفضلوا كل لقمه عشان عايزين نقيل شويه. الله يكرمكم. اتفضلوا بالهنا والشفا، بالهنا والشفا.
اخي دي برضه بالفرنساوي. ايه اللي في الطبق ده يا ابو طبق؟ ده فضلت خيرك يا حماتي، سمك من الكبير من الغالي. ده من حموريتك بتساب المثال وعده سمك. يا سلام على ايامك يا لبنان، السمكه هناك كانت تتحط قدام الواحد راسها على الترابيزه ورجليها في المطبخ. رجليها في المطبخ بيعملوا لها مونوكير ولا بيديكير؟ السمك في لبنان برجلين قد كده اهو. وايه الاحمر اللي في الطبق ده؟ ده واوا بنقطع صوابع العيال الصغيره في الحاره ونقدمها للناس بتخر دم. ده بلح يا نفخ، واسمه بلح. نسيت البلح اللي بتجره في العربيه زمان؟ بلح، بلح اللي في الصباطه في النخله يا طرح النخله، اسمه بلح. كويس، عشان ابعت لبنان اجيب ثلاث بلحات اعملهم اوضه نوم. وايه دي؟ بطيخه؟ لا دي مش بطيخه، دي من حمودك بتقول عليها بطيخه، دي مش بطيخه، دي زيتونه لبناني. ايه الصربعة اللي انتوا فيها دي؟ سافرت لبنان قلبي كيان كده ليه؟ مراتي غايبة عني بقالها 30 يوم، شهر بحاله. المفروض يبقى في ذوق، في دم، في حساسة، تاكلوا لقمة وتنزلوا بعدين تزورونا، احنا نزوركم. عايزين نقعد مع بعض نتكلم مع بعض، عايز اشتكي لها من اللي انا شقيته وهي مسافرة. ايه رأيك يا لعبة؟ شقتك اهي اللي كنت بتحلمي بيها. شفتي القلوب؟ شفتي القوانص؟ لا، والحيطان، الحيطان ده انتهى كلها بالزيت. بس ناقصها شويه ليمون. فين عاملها بالزيت؟ ريحتها باينه. عاملها بالزيت الحار ولا بزيت الزيتون؟ كابوريايا بتدور على امها. انا ما يهمنيش رايكم، انا يهمني رايي لعبه حبيبتي مراتي اللي هتعيش فيه. ايه رايك يا لعبه؟ ادي شقتك اهي، واوضه النوم جوه جديده لك. لا، ولاول مره في مصر سابقه لم يسبق لها مثيل، مثال الحضاره والتصنيع، اول بيت مصري يحتوي عليه مفرش كاروهات. اسمع يا حسن، وانا في لبنان ربنا كرمني وجات لي فيلا من السما. والله يا السما في لبنان بتمطر فيلا؟ قصدها تقول لك قصر في جردل ستي. في جردل ستك؟ والقصر ده جابت فلوسه منين؟ اوعى تقولوا لي من السيما، ده لسه ما خلصتش اول فيلم. ايه يا اخي، الناس المعجبين كتير، الكرمة كتير، هتقعد فين كمان؟ يا حسن الظروف اتغيرت دلوقتي، ووضع يعني ما يسمحليش ان انا اعيش في الحاره هنا. في صحفيين كتير قوي عايزين يقابلوني، وانت ما يرضكش ان النعمه تبقى قدامنا ونرفضها. عايز ترفضها ارفضها، انت حر، انت وش فقر، خليك هنا، انما احنا يا اخويا هنعيش هناك. بس امان عليك يا حسن، ما تبقاش قليل الاصل، ابقى تعالى زورنا. احنا مهما كان كنا نسايب والعيشه ما تودش الا على ولاد الحرام. مهما كان انت كنت في يوم من الايام جوزها، بس فجاه حولتوني للماضي. امين جهازه والميت لسه ما طلعش في الروح. ايه الكلام اللي بسمعه ده يا لعبه؟ انت فعلا عايزه تروحي تعيشي في قصر؟ سكتي. شوف يا لعبة، انت عندك 100 سبب يخلوك تسيبي بيت الحارة وتروحي تعيشي في قصر، بس انا ما عنديش سبب واحد يخليني اسيب البيت اللي شفتك فيه اول مرة وحبيتك وحسيت ان انا اتولدت من جديد. البيت ده هو اللي حماكي. لو عايزة تسيبيه وتروحي تعيشي في قصر روحي،
بس انا مش هقدر اجريك يا فتنست هانم، ولما تعقلي وترجعي لعبه هترجعي تلاقيني موجود. انسان مغروب وغيور صعبان عليه انك تعلي، عايز يشدك مع اهلي تحت. دي فرصتك يا عبيطه، مادام هو باعك انت كمان بعيه، اخلصي من شبكته. وديه بيه الشابوري مستني اشاره منك، هيشيل لك الملايين تاج في راسك، فارفصي الملايين برجليكي. ارفصي ارفصي. خايفه، انا خايفه اخسر حسن، بس كمان خايفه اخسر اللي جاي. حسن وجربتيه وفقر وغرقتي فيه، واللي جاي شفنا بشاير خيره اتمرمغي بقى فيه. اتمرمغي اتمرمغي. يعني عايزين نسيب حسن واتجوز الشابوري؟ طب حسن ذنبه ايه؟ انتوا اصلكم مش فاهمين اي حاجه. بصراحة كده أنا بحب حسن. بلاش الشابوري، أنا همشي معاك للآخر، رفضت الشابوري ورفضت القصر بتاعه ورضيت بعيشتك مع حسن. هيرضى يخليك تكملي سيما بعد ما تخلصي الفيلمين دول؟ لا، أنا ما أقدرش أسيب السيما. ما أقدرش أسيب السيما اللي هتكبرني كمان وكمان. أنا هحاول أقنعه. طب ده حسن بيحبني وهيضحي عشاني. أنا هحاول أتفاهم معاه. حسن! مؤاخذة كنت نايم. أقول يا لعبة ولا أقول يا فتاة الاستهانة؟ لا لعبة يا حسن، اسمع، أنا خلاص مستعدة أستغنى عن القصر، بس بشرط ناخد شقة لي بيا وبيك على قدنا، لو حتى عايزني أقعد هنا فوق السطوح أنا حوافقك. طول عمري أقول الأصيل أصيل، كده رجعتي لعبة مراتي، نورتي بيتك يا لعبة، بيتك اللي ما يسعش غير الأحبة والعقارب. لا طب والسيما يا حسن؟ تغور في السين داهيه، خلاص انا هخلصك من الجحيم اللي انت فيه. خواجه يساك هيديكوا مبلغ واخد منكوا الوصولات، من هنا رايح ما في سيما، في حياه زوجيه عليها القيمه. ايوه يا حسن، بس انا خلاص حبيت السيما. وما اقدرش اسيبها، ولسه معروض عليها افلام تانية كتير. انت خايفه من ايه؟ احنا مش عايزين منهم فلوس، هياخد منهم وصولات. مش بقول لك الاساس كان قاعد يتكتك واحنا مسافرين، عايز يخلص من الوصولات ويتحكم فيكي. لا مفيش سيما، احنا ما اتفقناش على كده، ومفيش خروج من البيت. يعني ايه يا حسن؟ طب والفيلم بقى؟ لا لسه ما كملتوش. يا غرف زندايا، المشكله ايه؟ فلوس على الجزمه دي وتضل من المطرود، وانت هنا خش اوضتك، انا هنا جوزك، مفيش خروج من البيت. لا كنت اتغيرت بقى، انت ما بقتش حسن بتاع زمان. انا اللي اتغيرت يا اللي وشك كان بيقلب شراب مقلوب. انا محدش يتحكم فيا سيما، ومش حاسبها. خلاص يبقى تسيبينا انا يا لعبه. ماشي يا حسن، وكل واحد فينا بقى يروح لحاله. ما تصلحوا السفونات دي. انت من سكه وانا من سكه، وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ذهبي انت. والطلاق امتى باذن الله؟ دلوقتي حالا، خير البر عاجله. بتقول لك طلاق تقول لها خير البر عاجله؟ فعلا اذا اكرمت اللئيم تمرده. انا ماشيه يا حسن، انا ماشيه ورا الطلاق. جيني استني هنا، انت فعلا حقيقي عايزه اطلقك؟ سيبه بلي يا حسن، طلقني. ايه التربية دي؟ سيلف بلي يا حسن، طلقني. ام حسن الحمار مطلقك. اطلقك يا بنت جنح وتربية نفخ واشراف بلا لايكة. اطلقك. سيبها وطلقها، خليها تشوف بختها. راجل صاحب مليون جنيه وقصر مستنيها. لسانك قطع لسانك. كدك ده يا مدب. ايوه كده، ايوه كده، كشف الغطا. الهانم عايزه تتجوز، تتجوز قصر ومليون جنيه، بس يا خساره في مانع بسيط. الهانم متجوزه، بس ايه يعني؟ متجوزه مين؟ حسن بابور الجاهز، راجل شوخ شيخه، روبة جزمه،
لا مش هطلعك وهطلب في بيت الطاعه، انت مراتي مش هطلعك. هتطلعني يا حسن؟ احنا خلاص ما بيناش ننفع لبعض. فعلا ايش جاب لجاب؟ ايش جاب فتنست هانم لحسن عبور الجهز؟ ايش جاب نجمه في السماء نزلت في الارض؟ بس انا حواليك النجوم في عز الظهر مش هطلعك، مش هسمح تكون راجل غير ابدا. اوعى اوعى يا ابو قرن اوعى. ما تبتديش بشر يا حسن، انت مش قدي ده، انا جننك. خلاص مفيش قدامي غير مستشفى المجانين، يا السجن. ان شاء الله السجن لعبه مش سهله، هتروح لك شغلك تفضحك وتورطك وتلبسك تهمه قله نزاهه وشرف قدام صاحب المحل، وبقابلني لو صرف لك سلفيه هتبقى في الشارع ومنه من الوصولات اللي معانا على السجن. شفت التكتكة يا انتكة؟ اشتري نفسك يا حسن وما تركبش دماغك، انا هديك فرصة لحد بكرة. ورا طلاقيني. يا خسارة يا لعبة، بقيتي لعبة في ايديهم. وانت يا حسن يا عيب الشوم بقيت لعبة السجن. حيتحول سيدي.
ادم انا بس اللي اقوله ستوب، مش عسكري كومبارس سيما. انا مش عسكري سيما، انا عسكري بجد وقيمه. فين المدعوه لعبه ابراهيم نبقى؟ انا دلوقتي ما اسميش لعبه، انا اسمي فاتنستا. فاتنستي فاتنستا ده اسمه فالصو بتاع سيما. اما انت كنت بالجنون لعبة ابراهيم نفخه، حرم الاستاذ حسن ابو طبق ومتوجه لك انذار بالطاعه. ايه طاعه عملتها يا حسن وابتديت بالشر؟ طب وحياه حبي ليك لخليك تندم على اليوم اللي خلتني احبك فيه؟ خيانه، افظع خيانه. ومن مين؟ منك انت يا رشيد. ازيك؟ مفيش وقت، انا اتصرفت كده لمصلحتك حبيبي. انا مش قادر اصدق مرات واولادي تخدعيهم وتلف دماغهم وتقنعيهم انهم يهربوا مني ويسافروا. معركه العالمين قربت تتحسم، ولو رومل دخل مش هنلحق نتصرف، وهتبقى خسرت شغلك. عايز تخسر مراتك واولادك كمان؟ هم نفدوا بجلدهم، انفد انت كمان وحصلهم. ومين اللي ادى الالمان قوام باسمائنا وعناويننا؟ ناس مننا يا رشيد. انت عملت افظع منهم، بتدعوا انكم بتلموا شملنا في الارض الموعوده، والحقيقه انكم بتشتتونا، بتفرقوا الاب عن مراته واولاده. وعلشان الاب يفضل مع اسرته واولاده لازم يسافر. ازاك الطياره اللي لادي كلها ساعات ونبقى في جنوب افريقيا، ومن هناك هتتصرف. خلي بالك ازاك دي اخر طياره. عرفتوا تجبروني وتلو دراعي. اخلص من المحل دلوقتي حالا باي ثمن، والمشتري قاعد جوه. موزة يا خاجة، ازيك؟ اتأخرت عليك. لا اتأخرت ولا حاجة يا سحسن. ايه يعني؟ دمرتني في بضاعة بألفين جنيه بس؟ كل ده عشان حضرتك مشغول بمشاكلك. ده جزات اللي وثقت فيك يا حسن. ابعتك تلم تمن حجارة الولاعة من السوق، اكتشف ان البضاعة لسه في المخزن ولسه اتباعتش. ما تزعلش نفسك خواجة، البضاعة اتباعت. بعد ايه؟ بعد تلات اسابيع؟ المهم خلصنا هات الفلوس. اتفضل، تمن البضاعة 2100 جنيه. طب روح انت. ازيك؟ مفيش وقت. وادي 2100 جنيه زيه. بتوع ايه دول؟ لاني ما فرحتش بطلب السوق. لما عرفت ان محلات تشكر افندي هتقفل قلت اتقل ثلاث اسابيع، تقلت. بضاعه جابت ضعف ثمنها 4200. صحيح عيني كان هتطلع المبلغ الزياده ده عشان احل مشكله وصولات مراتي، بس لانها امانه ما قدرتش. انت مش بني ادم. وبعدين؟ انت ملاك يا حسن، واكيد ربنا هيديك على قد نيتك. انت اوفى واخلص انسان شفته في حياتي. يا ريت العالم كله يبقى شايفني عكس كده، ومراتي تبقى شايفاني زي ما انت شايفني. صحيح، ده انا انشغلت عن مشكله مراتك. خليك في مشكلتك انت ايزاك. حسن استنانا، انا عايزك ما تمشيش. معلش حسن، انا بره لاني مش طايق الست دي بصراحه. انا ما صدقت اخلص من الشراب المقلوب، هخش في كيس المخده المكرمش. تعالي قابليني بالراجل. عبدو، لو حد سأل علي أقول إن أنا في قسم بوابين الجهاز تحت. قد كده بتحبني يا شابوري؟ اطلبي وشو ما بدك بعطيك، بقلك شبايك لبايك عبك بين إيديك. أيوة بس أنا كده كلفتك كتير، مش عارفة حرد لك كله إزاي. بترد الروح بهالجسم الولهان، بترد عقلي براسي، بترد الدم بقلبي لما بتتعطفي وتتلطفي وتعيني يوم العرس. قربت خلاص، بس أنا أخلص من خطيبي النمرود. ولك الله سماه بحطه بجيبتي وبنسى إنه الله خلقه، بدعوسه بعمله مثل الفار الممعوض. بدليني وقشر علي باصبعتي انت، فرجيك شو بدي اعمل لك فيه. الفنانه فاتنستا اهي. امشي يا فاتنستا من الهباب. تفضلوا حضرات، تفضلوا. ساعه راح المحل هيقفل. انت يا زفت مش تفتح؟ انت اللي جايبك هنا. جاي اخرب بيتك، انا تطلبني في الطاعه؟ انا الفنانه فاتنستا، تقول لي ساعه راح هنقفل المحل؟ قليل الذوق. صحيح فنانه فاتنستا بتاعت السيما. لك عسرين ما مصدق حاله، شافك قدامه بشحمك وبلحمك، العمى بقلبك ولا شو ما بتعرفها؟ شابوري روح بسرعه نقي لي خلخالي ليه على رقبتي. ايه؟ عقدي ليه على الفستان بتاعي يا شابوري؟ تؤمر يا تفاحه قلب. حسن، اذا ما بعدتش عن سكتي انا هاذيك، هلبسك جنايه دلوقتي قدام صاحب المحل واوديك في 60 داهيه. فوقي روحك يا هانم، ما تنسيش نفسك، انت لسه مراتي. انت هنا مراتي. مراتب، في عندنا مراتب كويسه. وشلت حاولي تعمل اللي بتقولي عليه عشان الناس كلها تعرف ان الفنانة العظيمة فاتنستا هانم بتعامل جوزها ازاي. كلمة جوزي دي؟ جوزك غصب عنك جوز. جزم بني واسود تحت امرك. حاضر، نجهزهم. حاضر.
كلمة جوزي دي ما تجيش على لساني، ولا هسمع كل هنا ان انا مراتك وان انت العواطل الكربوع اللي بيستغلني وعايش على قفايا. محدش هيصدقك ومش هطلقك. هطلقني يا حسن؟ هخليكي زي البيت الوقف كده. طب وريني الفريجيديرات اللي عندكم هنا يا ولد. فريجيديرات؟ عرفت دلوقتي الفريجيدير؟ عرفت الفريجيدير يا بنت جنح اللي لو شافت الفريجيدير تفتكره ترمية 12 وتشعبط فيه. فريجيدير يا بنت نفخه لما ترقى خرم القله خمس خروم وعملها دش ووقف يستحمى تحتيها. فريجيدير احسن من اللي كان بياكل الزبادي بلبست الجزم واللي كان هيشرب السم بدهلك. يا ريتني كنت شربت وخلصت من حب ليكي. طلعني يا حسن. مش هطلقك. تعي يا تفاح تقابل هتشوف الاشياء اللي بتجيبها. قليل الادب. انا لي الادب؟ مش انت يا شابوري الحيوان اللي هناك ده. لا تعالى شوفوا له والعامة بقلبك شو عملت له ولا؟ تعالى شوفوا له العامة بقلبك شو عملت له؟ تعالى شوفوا له العامة بقلبك شو سويت له ولا؟ تعالى شوف تعالى شوف نديله خير لبس الزعبوط هذا. تعالى شوفوا له تعالى تخاف تعالى العامة بقلبك شو عملت له؟ تعالى شوفوا له تعالى شوف تعالى تخاف تعالى شو عملت له؟ تعالى شوفوا له تعالى شوف تعالى تعالى تخاف ولا بحمدونه وبيردوا كل الدنيا وبشيلك وبحطه وشو عملت له؟ العامة بقلبك شو عملت له؟ انت نص كلامك شو والنص التاني العمى بقلبك. مفيش حاجه جديده. وايه تعا تعا دي؟ روح سلام ما تكملها. تعالى ايه تعا تعا؟ انا اتكل. شو اتكل؟ انا اتكل. يعني شو اتكل؟ اختصرتها زيك قصدي اتكلمت. انا اتكلمت انا فتحت بقي. لما تقولي هنقفل المحل انت ما بتكرشني. يا ستي لا بنكرشك ولا حاجه، ده احنا نشيل الهالم فوق دماغنا. منيح منيح جديده. اشيل الهالم فوق دماغي واطلع بيها للدور الرابع واحدفك منه. يا عمي ما تفور دمك، الزلمه مش قاصد. لا بصراحه اصله فور دمك. ايه الرقه دي؟ اصله في شبه من السافل. أوه. المجرم المتهور خطيري. اطلع بالشراب اطلع اطلع بالشراب زمان وعفن. ليه؟ هالفرد فيه ست رصاصات وليه؟ بتخرج رصاصة براسك ورصاصة بقلبك واثنين بعويناتك ووحدة بدمك مشان ما تعرف تحكي. كمان ما بتعرفش تحسب؟ كده خمس رصاصات ناقص واحدة. بتخ فيها اللي بده يداويك. خلي واحدة للدكتور. يا أخ خابوري أنت مش واخد بالك. يا خابوري هي ما قالتش هو. يا خابوري بتقول لك شبهه ويخلق من الشبه 40. اطخ ال 40. مش جايز الفنانة العظيمة فتى الاستهان تكون متجنية عليه. هو اللي هيجني على روحه. الجاره هات لي ليمون. مش شغلتي يا هاني اجيب الليمون. اتفضلي بقى خدي الاستاذ اللي معاكي لها. هي حصلت تجيب سيره بابو مامو. بابو مامو. تعالي تعالي يا سودان ما تعمليش حركات رسمية. بس العمى بكرشك اتنيل بس كده جميلة. انت فاكره نفسك مشهوره محدش يعرفك. انا محدش يعرف فتانيستا دي ماركه صابون ولا ايه دي؟ انا اتبهدلت. امشي يا صباع الفحم بقى. انا هعرف اريد مهامك. صاحب المحل مش هيعرفك. ايه العيال القصريه اللي على دماغي؟ انا هعرف اريد مهامك دلوقتي. صاحب المحل هيديكي على قفاكي يا نكره. ان ما خليته يلفتك حالا هتشوفي على قفاكي. انا هعرف اريد دلوقتي مهامك. ما دوني بسرعه صاحب المحل. ايه فيك؟ مش ممكن النجم الهائل فتانيستا هانم. ربنا انا اسفه فور دمي. ازاي يا حسن؟ ازاي ما تقولش ان النجمه الفاتنه مش شرفه المحل؟ اتلبخنا. شفنا جمالها اتلبخنا، شفنا سحرها اتسحرنا، شفنا فتانيستا اتفتنسنا كلنا. اخرس يا حيوان. اصل اللي زيه بيسوق سمعه محل محترم زي ده. حصل ايه يا حسن؟ ايه اللي صدر منك؟ لعلمك يا هانم ده من احسن المستوظفين عندي في المحل. حضرتك مخدوع فيه. ده قليل الادب لما يجيب سيره بابو مامو. يا دي بابو مامو. ايه دول قرايب جداد دول ولا ايه؟ مش فاهم. ويقول لي احنا مش محتاجين فلوسك. ما حصلش. فلوسك على جزمتنا. امشي اطلعي بره. مين يردني هناتي كلها بيه؟ والله الله ما حصل. معقول يا حسن؟ والله الله ما حصل. انت جنن؟ ايه يا ابني في ايه؟ ايه؟ مجنون. انا شايفه نازله من طرميه العباسيه.
ماسكه كلب لولو وعماله تنتف في شعره وتقول اديك الروم يا هو اديك الروم يا هو. دي من جبروتها خلت الكلب يبيض. بس اؤكدك يا هانم ان دي اول مره تحصل في المحل. اصل يا حسن مقروس من الستات. ايوه مقروس مقروس قوي. مراته يا هانم ست نمروده. نمروده وسفروته. شافك اتخيلك هي. انا ابقى مردد عصفوره بتتقايل. ايه مش بني ادم ده؟ غريبه الامراض ده، عجيبه الامراض ده. استنى يا اخويا يا جماعه عشان اصلا لا ده انا عرباني. بس يا حق مش عاجبك ده؟ من رابع المستحيلات الامراض ده. ايوه طبعا من رابع المستحيلات يا حسس. انت حمار انت راسك. الله عايز اقول انه تهيأله انك مراته يا هاني. تهيأله اني مراته. بس مراته من بيئة واطية. واطية! خدتها من حسن يا خواجة. واطية! مراتي واطية! مراتي واطية! 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 أمها كانت علمة! الممو! معلمة جناح يا ريت علمة! دي كانت بتحزم الفجل وتقعد تطبله! ولا البوبو بتاعها! بوبو ابوها لسطى نفخه قسطى انونجي اتعلم على ايد منجل بارها. ولا ابن الخخون ابن خالتها بلا لايكا عيلة واطية واطية واطية. تصوري يا هاني واطية. حسن ينتشلها من الضياع واطية. ولما تشم نفسها ترمي جوزها واطية. الدنيا جرى فيها ايه يا هاني؟ واطية. يا ريت يا هاني يا ريت تعملي قصته في فيلم. بختلف مع سعد. ليه يا حسن؟ تعالى نتناقش. نتناقش؟ هتعمل الفيلم هيفشل. يفشل؟ ايوه. هتعمل قصة مين؟ قصة مراتك. هتعمل دور مين؟ مراتك. ومراتي ايه؟ واطية. بس خلاص ماليش كلام. خواجة حمار قلب. انا مش جاي اسمع قصة حياتك. والولد ده بقى لازم يترفض. حاضر يا هانم دقيقة واحدة هطلب لسعادتك ليمون وهتصرف معاها. دقيقة واحدة. لا 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 نو 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 انا مش عايزه ليمون. انا عايزه اعرف فين التواليت عشان اصلح مكياج. شاور لها يا حسن. نو 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 لا 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 نو 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 عامله زي المازه الحامل. لا 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 نسيت المراحيض ونسيت فيها. حسن انا مش فاضي اللي انت بتعمله ده. انا عندي مشكله جوه بحلها ولازم اخد فيها القرار. اللي انت عملته ده تصرف ما يزورش منك ابدا. معلش يا اخويا معلش غصب عني. مفيش حاجه اسمها غصب عنك. ده شغل. وانا رايي فيك انك راجل دمس الاخلاق ودي واحده ست يا اخي. يلا ادخل اعتذر لها عشان نخلص الموضوع. ما اقدرش يا اخويا ما اقدرش. ما تحجرش دماغك يا حسن. دي سمعة محل. دي سمعة راجل قدام واحدة ست. أيوة ست يا حسن. بس ما هيش مراتك. للأسف يا خواجة أنت طبعا عارف إن عجائب الدنيا سبعة. أيوة عارف. بقوا تمانية. للأسف الفنانة العظيمة فاتن استهانم يبقى مراتي. ما قلناش حاجة يا حسن. إن يا نهارك اسود ومنيل. فتنستا تبقى مراتك أنت؟ أيوه أيوه خواجة. ده أنت طلعت نمس بقى. دي حتة فرد.
جرايا يا خواجه. بقول لك مراتي انا عليها منك ولا من خبوري؟ انت متاكد يا حسن؟ ايوه متاكد. فتنستا؟ ايوه فتنستا. بنت نفسه؟ نفخ يا خواجه، نفخ ومش نفسه. نفخ ولا نفسه؟ ما الاثنين بياخدوا هوا. ايوه يا خواجه. ايوه مراتي وجايه مستحلفاها لتسوق سمعتي وتسوق صورتي قدامك عشان ترفدني، يا اما طلقها. وازاي تسمح لها بكده يا حسن؟ زي ما احنا سامحين للانجليز والالمان يلعبوا بينا عشان هم الاقوى، مراتي هي الاقوى وانا الاضعف، كاني حبيتها بكل جوارحي. وبعد الحب والعطف والحنان والاحتواء جالها قلبي تمسك سكينه وتخبطها بظهري. قمة الجحود. ما تعيطش يا حسن، الست دي ما تستاهلش دموعك. المسألة دي لازم تاخد فيها قرار يا حسن. طلعها. لا طلعها وانت الكسبان. خلاص يعني هو عارف غلطته وانا وصيته يعمل اللازم عشان تخلصي منه. ميرسي مسيو ايزاك. هات هات عنك يا عبدو. ما يصحش كده يا سي حسن. يا سيدي هو الزمن ده بقى فيه صح ولا ما يصحش؟ ولو كان يصح كان كل كوباية ليمون داخل المكتب تشرب نص. عايز تخلص مني عشان تعيش براحتك. مش هلحق. هموت بعديك بثانية من روحي فيكي. حسن بلاش ملوعة. طلقني. وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. وصولاتك معايا، هتطلقني حدهم لك. الوصولات بقت معاكي؟ هتديني الوصولات بس؟ مفيش زوادة، مفيش كمالة. قصدك ايه يا حسن؟ ده انت لعبة تفهمي وهي طايرة. الوصولات دي مش هتجيب لي فلوس. شوفينا حاجة بقى فوق البيعة. اخس اخس يا حسن. ايوه اخس اخس. طلع من بقك زي السكر. اخس عليا. ببيع اللي شاريني. بس انا معذور. في ايدي بطة بتبيض بيضة ذهب. اسيبها تروح مني كده بسهولة. اه يا صنف الامرود ما يملاش عينك الا التراب. احنا ما يملاش عينينا غير التراب. بس احنا مش عايزين تراب. احنا عايزين شوية من اللي غيروكي. عايز كام؟ 500 جنيه كويس؟ 500 جنيه شويه. 500 جنيه هيعملوا ايه ولا ايه في الزمان ده؟ عايز اكتر من 500 جنيه؟ شوف انت بقى، انت ايدك بقيت في السوق. وانا ببيع حله، ببيع جزمه، انا ببيع مراتي. 1000 جنيه وتطلقني. شويه 1000 جنيه شويه. انا مضيت على 3 وصولات. 3000 جنيه ممكن يدخلوني السجن عشان احميكي. اجي النهارده وانا بسيبك اخد فيكي 1000 جنيه بس؟ ده انا اهبل. ده انت غاليه عليا قوي. 2000 جنيه. ده انت اغلى بكتير. 2500 وتخلصني. 2500. ماشي. طب ده عشان اطلعك. طب حبي، قلبي اللي هيتخلع من روحي ملوش تمن. تلات تلاف جنيه وتغور من وشي خالص. انا هكتب لك دلوقتي الشيك بتلات تلاف جنيه. واظن كده يبقى كفايه. اتفضل. ورقة الطلاق جيني. استني يا لعبة. شوف يا لعبة، هقول لك كلمتين تحطيهم حلقة في ودانك. أنا لما حبيتك ما حبيتش فيك الجسد،
بالنسبة لي كنت فكرة. حبيت لعبة اللي رفضت تبقى لعبة في ايدين الناس. حبيت فيك البساطة وإصرارك إنك تختاري الطهر والنقاء. رغم جهلك قدرت تقولي لأ. حبيت فيك القلب الطيب والعينين اللي ما بتعرفش تكذب والوش البريء والروح القنوعة. كنت مستعد أدفع حياتي تمن صفاتك دي. إنما دلوقتي قلبك لما يبقى أسود وعينيك تفتح على الكذب ووشك يبقى كله غش وخداع ونفاق وروحك تبقى جشعة، دول أبيعهم رخيص، رخيص قوي. أبيعهم بتراب الفلوس وأبقى أنا الكسبان. خلي الوصولات معاكي يا هتسجنك مش هتسجن أنا. أما الشيك ده يا فتنست هانم ما يلزمنيش. دلوقتي أقدر أقولها لك، فتنست هانم روحي أنتي مش معايا، قصدي انتي مش ليا، بمعنى ان احنا مش هنبقى مع بعض، قصدي انتي مش هتبقي على ذمتي، جايه انتي طالق. خلاص يا حسن ما بقاش في بينا حاجة. طب انت كمان ليك حاجة عندي ما بقتش لازماني، الشلم بتاعي خده يمكن ينفعك. يا الله يا شبوري يا الله دخيلة يا لطيف. شو هالقلب القاسي يا لطيف على صورة الوحش الكاسر متخبي ورا منه هالجمال الهادي؟ دبحتي دبيحتي وطالعة كأنك طالعة من رأس التانجو هادية يا الله. ايه اللي انت بتقوله ده شابوري؟ شو فكرتني طلعتك المهمونة؟ ما عندي قلب، ما عندي شرف، حتى ابني سعادتي على دعاسة الشاب المسكين مكسور القلب. غشيتوني وكذبتوا علي، غشيتوني وكذبتوا علي. شابوري انت هتغني لي؟ ولك بغني من شان ما ابكي. غشيتوني وكذبتوا علي وطلعتي من جوزي هالشاب المسكين اللي صورتوا لي اياه بصوره وحش ومارد، وانا اللي كنت بدي اوصي بهالفرد، بس هلا لا، راح اوصي رصاصه براسك ورصاصه براس امك جناح ورصاصه براس بيك نفخ واتنايم بعيون بلا لايك. لك عارف تبقى رصاصه. رصاصة لازم أوص حالي فيها على هالجرم اللي كنت بدي ارتكبه بحق الشاب المسكين. شابوري شابوري، يعني خلاص هتسيبني؟ يا مدام مدام هان عليك جوزك الأولاني، ما بقى تفرق معك إلا جوزك الثاني ولا جوزك الثالث ولا جوزك العاشر. على فكرة ما تنسي تفضي عش الزوجية للجاردن سيتي، لأنه ما بقى في زوجية، ورجعي على عش الجيش. وكمان ولك مش بخاطري غدار يا زماني. في 60 داهية أنا من السيمة حامل 100 قصر ومحدش حيقدر يقف قصادي. هزقتوني واتريقتوا علي، هزقتوني واتريقتوا عشان عشان انا موازه كنت بتابع اوبرا عايده بره بس. عملت ايه في يا فاجي؟ في مراتك فتنست. يوه انت لسه فاكر؟ خلاص انا نسيت، خلاص طلقتها. عايز تقنعني انك نسيت؟ انت بتحبها يا حسن، بس ولا يهمك، بيعها زي ما بعتها. بيعنا يا خواجه بيعنا، وقبضنا الثمن شيل الفلس وانا كسبان. هتكسب يا حسن هتكسب. استاذ استنى يا حسن، معلش عشان متضايق شويه. استنى يا ابني مش مركز. استنى يا حسن مش فضيلك بصراحه. استنى يا زفت، ايه مش فضيلي دي؟
اقول لك استنى استنى. ايوه راعي ان انا مش في الفورمه. فورمه ايه وما بيه داي لوح؟ تعال اقعد. خد يا حسن امضي على العقد ده. انا من امتى بمضي على العقود يا خالد؟ امضي يا ابني على العقد ده. مفيش على حاجه مش فاهمها، انت هتمضيني على اي حاجه يا ابني؟ امضي على العقد ده. مش هفهم الاول انت هتمضيني على ايه؟ انا بعت لك المحل ب 20000 جنيه. انت هتهزر معايا ناحيه العيش الممسوح؟ ما انت مش هتتني تدفع حاجه. انا مش هتني امضي يا حسن. امضي على ايه؟ ما العقد اتقطع اساسا. امضي على ايه؟ انت بتتكلم جد يا خواجه؟ امضي. بتتكلم جد؟ انا لازم اسافر فورا. ده لو ما كنتش طيب وابن حلال ما كانش ربنا يديك. جاتك البلد شكلك. نص كلامك حلو والتاني زي الزفت. انت داهيه في اخلاقك. الحمد لله ونعم بالله. ازيك؟ انا بقيت اتشائم من البنفسجي ده بصراحه. تشكر يا خويا. تشكر. ربنا عوض صبري خير. محل بقى بتاعي. خلاص محل بقى بتاعي. ممكن بكره الصبح اطرد عبده. اطردوا يا حسن. هرجعه بعد بكره عشان تشكر يا خواجه. تشكر. اوعدك اوعدك لما الحرب تخلص ولو انت رجعت مصر المحل ده هيبقى هيبقى ايه؟ يو هيبقى ايه؟ ايه؟ المحل بتاعك معايا هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ فكر معايا كده على لساني هيبقى ايه؟ خلصت يا حسن. خلصت كام حرف؟ 127 حرف. ايه 127؟ فكر معايا محلك معايا هيبقى ايه؟ هيبقى ايه يا حسن؟ هيبقى امانه في رقبتي يا بني ادم. بس انا يمكن ما اقدرش ارجع مصر تاني يا حسن. قدرش ترجع مصر ليه يا خالد؟ انا رايح اعيش في ارض مسروقه وخايف ان ده يغيرني ويغير ولادي. لو شفتني بعد كده هتكرهني. واكرهك ليه يا خالد؟ حسن لو حد سرق ارضك تعمل فيه ايه؟ ده نقتله لو ما لحقتش ولادي من بعديه يذبحوه وصيتي لاحفادي ما يمدوش ايديهم في ايديهم. يبقى اكيد يا حسن اكيد لو شفتني هتقتلني. ربنا يسترها معاك ومع مصر من اللي عايزين يزور. ده ايه الحظ اللي يبقى ده بس يا رب؟ مبسوطين؟
اديني خسرت كل حاجه وبقيت تحت في الارض. ارض ليه يا حبيبتي؟ هو بلالايكا هيسيبك؟ بلالايكا ابن خالتك وحبيبك هينزلك الافراح ولا تسوى رجلك. انت وش فاق وانت ما تلزمنيش. شفتوا النداره يا زباله؟ وبعدين ناوية ايه تعملي ايه دلوقتي؟ سيبوني في حالي بقى، سيبوني في حالي. انتوا اللي قعدتوا تزنوا على وداني، تزنوا على وداني لحد ما خربت بيتي بايدي. الله يخرب بيتك يا حسن يا ابو طبع. الله يخرب بيتك يا ابو لايك يا ابن اختار. الله يخرب بيتك يا رمل. الله يخرب بيتك يا هتر. الله يخرب بيتك يا عمر. الله يخرب بيتك يا بنتك. يا لهوي يا لهوي. شر كفاية أرض. يا حمار. نعم. حسن بيه. ازيك يا عبازي؟ ازيك حسن بيه؟ بقول لك ايه؟ الاتفاق اللي اتفقنا عليه ماشي مظبوط؟ بالحرف. الهدوم المقطعة القديمة. معفنة. بقول لك مقطعة وقديمة بس، خد بالك ليه؟ مقطعة وقديمة. بس أنا مش فاهم ليه بس البهدلة دي بس يا حسن بيه بس؟ أنت دلوقتي اشتريت الفيلم كله. شويش. ربنا فتح عليك وبقيت صاحب الفيلم. شويش. هترجع تشتغل كومبارس تاني. شويش. ما هو كده يبقى الاتفاق باظ. افهم، مش عايز حد في الاستوديو هنا يعرف إن أنا اللي اشتريت الفيلم وخصوصا اللعبة. آه ماشي يا حسن بيه. بلاش بلاش بيه، بلاش بيه دي، بلاش بيه خالص، ما تفهمش. عاملني على اني كومبارس، اقل كومبارس عندك زي زمان. طب يلا امشي الجر قدامي. البدله يا حيوان. بقول لك عايز هدوم مقطعه مش تقطع اللي عليا. ها ورايا. فتنست هانم، فتنست هانم، مفيش مبرر لموقفك ده. اولا من هنا ورايح انا ما اسميش فتنست، انا اسمي لعبه. بعدين اكمل الفيلم ليه؟ ايه فايدته؟ لان ده التزام. الفيلم بقاله منتج تاني ومن حقه ياخد الفيلم، وممكن الفيلم بعد الحرب يتعرض ويضرب وما بقاش في السوق الا انت واسماعيل ناسين. انا اتحطمت خلاص وباخد جزائي. انا دخلت السيما عشان اكسب فلوس، فلا يمكن السيما هتكسبني. وانت بكده هتخسري كل حاجه. انا خسرت خلاص، بس اللي خسرته ما يتعوضش ابدا. يلا يلا صوره، يلا لقمه عيش ومنلمها. يلا حسن السلطان على جثتي يا نايا انت في الفيلم. من غير عصبيه يا استاذ ميمون، قصدي قرد. خلاص المره دي الجملتين وحفظناهم كويس. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ريحناكوا وتعبتونا وادي نقبكوا طلع على شونا. عبد العزيز انت يا زفت. تعرف لما افتش في البلد حد يعرف يقول الجمله دي غيرك برضه مش هتقولها. ايوه يا استاذ. ارمي الجدع ده بره يا استاذ. مش هينفع يا استاذ. ليه؟ بسلامه يوسف فهمي اديله مش شلوت. شلوت يا استاذ؟ سيادتك مش فاهم. ايه؟ انا مش فاهم يا عزيز. ايوه اصل انت من اول الفيلم وعامل انك بتفهم، هتيجي في الاخر وتستغبر. راح راح معلش. ده مجنني من اول الفيلم. معلش معلش، هو غبي شويه. معلش انجر قدام فهمك. ايه؟ تعال فهمني. انجر. مش فاهم مين اللي سخن عبد العزيز. ازيك يا حسن؟ من فضلك الدور المره دي كبير ومحتاج تركيز، وانا هعمله بشكل جديد بشكل استعراضي. ايه ده كله؟ 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 يا حلولو ايه ده كله؟ ريحناكم ريحناكم وتعبتونا وادي نقبكم طلع على شونا. لك
بحث تاني في الصين. للدرجات دي تحضر بك الحل؟ انت الله بتشتغل كومبارس انت رخا. هو الحال بتحضر بيك انت كمان يا جميل. شمتان فيا يا حسن؟ حتى لو كنت شمتان فيا فده حق. اصلا انا اتنمرت فخسرت كل حاجه. بس عارف انا حاسه ان انا خسرت حاجه كبيره قوي. رغم اني واقفه قدامها دلوقتي لاني عارفه ان عمري ما هقدر اطولها. زي ما كنت في يوم من الايام نجمه في السماء وانا زلط على الارض مش قادر اطولك كده نبقى خالصين. ايوه بس احنا الاثنين دلوقتي بقينا على الارض. عايزاك على الاقل تسامحني. واسامحك ليه؟ انت من سكه وانا من سكه. زي شيطة رماي ما يتقابلوش ابدا. يعني نسيت العشره؟ نسيت لعبه؟ انا انسى اهلي؟ ادوس على اقرب الناس ليا عشان مصلحتي. انا نمرود. بلاش الشراب المهلوب ده، بلاش مش عاجب معايا. مين قالك ان انا في منتهى الطيبه؟ انا مش طيب. وجدع وشح ومتاكده انك لما تلاقي حد غرقان ومدد لك ايده تمد ايدك وتنقذه. طبعا لو حد بيغرق ومدد لي ايده لازم امسك ايده لغايه لما اسلك منها الساعه وبعدين اسيبه يغرق. مش هو ده الزمن اللي احنا عايشين فيه؟ لا يا سحاف. طب ده انت مديت لي ايدك زمان وانقذتني. انقذتك من السم. النهارده هنقذك من نفسك ازاي؟ حتى يعني لو قلت لك ان يا ريت نرجع لبعض زي الاول وهبقى خدمتك وتحت رجليك. طب ما ده العادي. انا اعمل ايه مع سكينة فرنسا؟ مين سكينة فرنسا؟ هتجرؤين وتسألين عن سكينة؟ سكينة فرنسا اللي ما استرخصتش فيها لا نفيس ولا رخيص عشان كده اديتها قلبي وحب اللي تستاهله. فعلا بتحبها سي حسن؟ سكينة! اياكي وسكينة فرنسا. سكينة فرنسا كفاية ان في الدخلة وفي الخارجة في الحارة كل ما ادخل الحارة واخرج منها تمد ايديها على الفرشة اللي قدامها وتناولني احلى حزمة فجل عندها. لو انت بتحب بتاعت الفجل ورور. انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ طب ده انت ما بتحبش حد غيري ومش هتطيعي بقى تضيع من ايديك. ما تضيعي روحي حتى لو كانت روحي فيكي. وعمري في حياتي ما حبيت حد غيرك حتى وانت كحيان كده. كحيان؟ ما تخدعيش المظاهر يا هانم. الفستان اللي عليك ده مش بتاعك، ده بتاع الفيلم. فستان السيما مش بتاعك. زي اول يوم دخلت فيه هنا لبسوني لبس سلطان، مداري هدومي المقطعة الحقيقية. النهارده ملبسيني لبس مقطع، مداري هدومي الحقيقية. ربنا كرمني بعد ما سبتيني. خواجه ايزاك كتب المحل باسمي بس انا ما اتنمرتش لسه زي ما انا حسن وابور الجاز. اسيبك لشغلك يا فتنست هانم. حسن بيه المنتج السينمائي المشهور. انا لسه اشتغلت ولا اتشهرت ولا تيلت. انا اسف اللي ما يعرفك يجهلك. طب يلا يلا الفيلم خلص فاضل فيه الاستعراض الاخراني. يلا صوره يا استاذ شمبانزي. خليها قرد احسن. هو مزاجك. لا انا خلاص رقيتك بقيت شمبانزي. وبالمناسبه الفيلم ده مش هيتعرض على الجمهور، مش هيتعرض في السينمات، ما حدش هيشوفه غير انا والسيده سكينه فرنسا. ايوان هنتفرج عليه واحنا بنقزقز فجل. يلا يا استاذ شمبانزي صور الاستعراض الاخير. اجهز بالاستعراض الاخير لفيلم حكايه كل يوم. كده كده فيلم حكايه كل يوم المشهد الاخير 112 اول مره. دور. اكشن. حبيبي انا كنت حره
اعيش معاك العمر كله. كنت فاكره اني هبقى حره اكتر لما يبقى معايا المال والمجد والشهر. كل ده زال بعد ما بقيت عبده ليك. ما بقتش حره حتى اني ارجعك لحضني تاني. ولاني من غير حضنك وقلبك الطيب ونظره عينيك الحنينه ودراعك اللي كان محوط عليا وحميني، لما كل ده يروح ابقى من غير روح. وعشان تصدق اني ما اقدرش اعيش من غيرك انا هشرب من ازازتي السمنين اللي مش ممكن تطورها ولا تعزمني بيها. استاذ شمبانزي، الكلام ده موجود عندك في السيناريو؟ الكلام ده مش موجود في السيناريو ولا النهايه فيها حد بيموت. امال واقف تخرج ايه يا حمار؟ انت واقف تخرج ايه؟ دي بتموت بجد، بتشرب سم بجد. نزلوها، نزلوا الهباب ده. لهبة لهبة، شبتي يا لهبة. نفسي، بطني، بموت يا حسن. لا انا مرضت والدنيا سكرت عليا. لا استني يا لهبة، استني، ما تموتيش، ما تموتيش. نصور ده يا استاذ. انت تصور مش تصور. لهبة استني يا لهبة، استني. انا كنت راجع لك، ده لا سكينة فرنسا ولا نعيمة ألمانيا ولا سنية بلجيكا ولا عصبة الأمم تبعدني عنك. كنت رجالك، كنت رجالك، بس كنت عايزة أفلفلك وأغيظك لغاية لما تركحي تحت رجليها وتطلبي مني الجواز. وديكي متي قبل ما تعرف أنا حبيتك قد إيه. قد إيه؟ قد نجوم السما والله. وديني بركع لك أهو، بقول اتجوزني يا سي حسن وانا هبقى خدمتك وتحت رجليك. رجليني هنا مبقاش فيها ركب اساسا. حرام عليكي، عملتيها فيها لعبه. عملتها يا سي حسن ونبقى كده خالصين. ايوه خالصين. هتخلص التصوير وتروحي على السطوح عشان نبدا حكايه كل يوم. يلا يا استاذ، صور للسهران الاخير يا استاذ انسان الغابه. وانا البطل قدامها. ايه؟ بفلوسي. أكشن. يا خلقي يا هو كلامنا اهو اسمعوا، الحب والنفوس والشهرة والفلوس، من غير حرية نوع، من غير حرية نوع، من غير حرية نوع. وإذا عشت لوحدك حر،
والناس مش حرة معاك، ملهاش معنى الحرية.